بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بكم مره تانية. هنكمل السلسله بتاعتنا، ميعادنا مع الاندوكراين، واحد من الشباتر الكبيره. هنبدا مع الدايابيتس وبعد كده بقى الاندوكراين باذن الله. الدايابيتس ازاي بنشخصه؟ احنا عندنا الدياجرام اللي فوق ده بيدينا الارقام بالملي مول، اقل من او يساوي 6 ملي مول بير لتر، ده نورمال، بيقابل تقريبا 100 ملي جرام بير ديسي لتر فاستنج. من 6 ل 7 ده تقريبا من 100 ل 125، ده بنسميه امبيرد فاستنج جلوكوز. من 6 ل 7 ملي مول اللي هو لحد 125 ملي جرام يعني، واكتر من 7 ملي مول اللي هو 105 اللي هو 126 ملي جرام يعني، ده تقريبا بنسميه دايابيتك بيشنت. كذلك برضو لو بتتكلم على البوست برانديال بيكون اقل من 140، من 140 ل 200 بنسميها امبيرد جلوكوز توليرانس، هنشوفها دلوقتي حالا. بتبقى حوالي تقريبا ال 140 دي حوالي 7.8 ملي مول بالمناسبه يعني على الليتر، من 7.8 ل 11.1 ده بنسميه امبيرد جلوكوز توليرانس اللي هو الحد يعني تقريبا 200، واكتر من 11.1 اللي هو اكتر من 200 تقريبا يعني هيبقى مين؟ الدايابيتك ثريشولد. اما الهيموجلوبين اي 1 سي بيكون من 5.9% او اقل الطبيعي، لو من 6 ل 6.4% ده اسمه امبيرد جلوكوز تولرانس يعتبر يعني، او بنسميه بري دايابيتس من الاخر. اكتر من 6.5 اكتر من او يساوي 6.5% ده بنسميه دايابيتك بيشنت. لكن في شويه حاجات مطلوبه. الحاجه الاولانيه، العيان سيمتوماتيك ولا لا؟ لان العيان لو اسيمتوماتيك انت محتاج الكرايتيريا اللي انا قلتها دي بس اون تو سيبريت اوكيجنز، اما لو العيان سيمتوماتيك فانت محتاج قرايه واحده بس، يا فاستنج اكتر من 7 ملي مول، يا راندوم او بوست برانديال افتر جلوكوز تولرانس تيست اكتر من 11.1 ملي مول. قلنا دي اللي هي اكتر ان هي 126 او اكتر، وقلنا دي اللي هي اكتر من 200 او اكتر، ده عشان الامتحان خد بالك. بعد كده بقى في نوعين من انواع الدايابيتس مهمين جدا جدا، حاجه اسمها مودي ماتيوريتي اونس دايابيتس اوف يونج، وده معناها انه حد صغير في السن يجيله تايب 2 دايابيتس، ده اسيمتوماتيك هايبر جلايسيميا ساعات بيبروجريس الدي كي اي، ده المودي. اما النوع الثاني اسمه لادا ليتنت اونس ليتنت اوتو اميون دايابيتس اوف ادلت، وده معناه انه حد كبير في السن ويجيله تايب 1 دايابيتس، لايك ده واحد كبير في السن بس بيجيله تايب 1 دايابيتس، وده بيعمل دايجنوست ان هو تايب 2، ده بيبقى بيور انسولين ديفيشنسي. كمان معلش عايز اقول لك معلومه، الاعراض الكلاسيك بتاعه الدايابيتس اللي بتكون انسولين ديفيشنسي اللي بتعمل بليوريا وبوليديبسيا وويت لوس بالبشاعه دي، اما العيان اللي تايب 2 دايابيتس ومشكلته انسولين ريزيستنس بس غالبا بتكون اعراضه فيج نون سبيسيفيك زي الفتيج مايالجيا نومور، ويوجوالي تايب 2 دايابيتس في الاول بيكون ويت جين يعني بيكون اوفر ويت يعني، وده لانه الانسولين ريزيستنس بتكون للفاست كاتيجوري بس، الا وهو ان هو بيعرفش يتعامل مع الجلوكوز، لكن السلو كومبوننت بتاعها بيشتغل بمعنى ان هو بياخد الجلوكوز ويحوله ليبيد فالعيان بيتخن. ده المودي والليتنت اونس دايابيتس اوف ادلت، عشان هنتكلم عن المودي كمان شويه. بص يا سيدي، دي ادويه السكر عامه، ارجوك افهم معايا كده اختياراتنا عامله ازاي قبل ما اقول لك بنختار بنحط ايه وايه رقم 2 وهكذا. اولا الانسولين ده ملك التايب 1، كل التايب 1 بياخدوا انسولين. اسوأ مشاكل الانسولين على الاطلاق هي الهايبوغلايسيميا، هايبوغلايسيميا. فالانسولين حاجه من الحاجات اللي ممكن ترفض لسبب بعض انواع المهن، زي مين؟ زي الهيفي جاد فيكل درايفرز، يعني الناس اللي بتسوق نقل تقيل، لما ياخد انسولين هو عرضه للهايبوغلايسيميا، فالعيان ممكن يجيله هايبوغلايسيميك اتاك هو سايق فيموت فيها ويموت اللي قدامه. فنقطة مهمة جدا، الانسولين ممكن تكون ممنوعة في الناس دي، طب انا هعمل ايه مكانها؟ ده شيء مهم لازم نفهمه. طبعا الكلام هنا على تايب 2 غالبا اكتر، سنس ان التايب 1 لازم انسولين مفيش فيها حل. الحاجة التانية ان هو بيعمل ويت جين، فهيبقى مشكلة كبيرة لو كان عيان هيبقى انديكيتد ياخد انسولين بس هو اوفر ويت او اوبيز. رقم تلاتة ان هو بيعمل لايبودستروفي، وده يوجوالي بيكون لوكال في السايت بتاع الانجكشن. طبعا هو بيستخدم في تايب 1 دايابيتس وبعض حالات تايب 2 دايابيتس اللي مش بتريسبوند الاورال دراجز. تاني حاجه الميتفورمين، وهو الفيرست لاين تريتمنت في تايب 2 دايابيتس، لانه بيمبروف الانسولين سنسيتيفيتي وبيقلل الهيباتيك جلوكونيوجينيسيس، وزود كمان عليهم ان هو بيقلل الجلوكوز ابزوربشن من الجي تي. فدول ثلاث حاجات يخلوا الميتفورمين فيري جود فيري تولرابل كمان في السايد افكت بروفايل بتاعه، اخله بس جي تي ابسيت ان هو يتاخد في مين؟ ان هو يتاخد في تايب 2 دايابيتس. لكن مشكلته لاكتيك اسيدوزس، وبالتالي اي حاجه هاي ريسك ان هي يحصل لها لاكتيك اسيدوزس زي عيان الكرونيك رينال فيلير اللي الجي اف ار بتاعه اقل من 30 يعني ستيج 4،
العيان ده حقيقة ممكن تلاقي العيان ده ما ينفعش معاه انه ياخد ميتفورمين، لان هو هاي ريسك ان هو يحصل عنده لاكتيك اسيدوزس. This is the same لو كان العيان عنده هارت فيلير او عنده سكيميك هارت ديزيز يعني، بس دي كومبنسيتد والعيان اصلا في الطبيعة هيبوكسيك وبينهج وحالته كارب، فده عيان هاي ريسك هيبوكسيا من لا شيء. طب انت تديله حاجة كمان تعمل لاكتيك اسيدوزس؟ فاللاكتيك اسيدوزس في الطبيعي ما بتحصلش مع الميتفورمين، لكن تحصل مع كرونيك رينال فيلير اقل من جي اف اقل من 30 او هايبو برفيوزد سيركيوليشنز زي عيانين الديكومبنسيتد هارت فيلير وزي عيانين الاكيوت ام اي. السلفونايل يوريا رقم 2 وتاني اشهر عائلات التايب 2 دايابيتس، دي بنسميها عصيرات الانسولين عشان تستميليت البيتا سيلز. لاحظ ان الميتفورمينز هنا من ضمنهم عشان تبقى عارف الجليكلازايد والجليمبرايد. العيله دي بتستميليت الانسولين سيكريشن زي ما قلنا. لاحظ طبعا بما ان هي كده فاكيد برضو بتعمل هايبوجلايسيميا وويت جين زيها زي الانسولين بالظبط، وبالتالي نفس الكونترا انديكيشن ان هو لو حد تخين قوي 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 اوفر ويت او اوبيز مش هينفع مع سلفونايل يوريا. وكذلك لو حد بيشتغل شغلانه خطر ما ينفعش ان هو يستخدم فيها حاجه تعمل له ريسك هايبوجلايسيميا، فبرضو مش هينفع معاه السلفونايل يوريا. معلش في عيله منهم مش كاتبها هنا اسمه ميجليتينايد. الميجليتينايد ده واحد من عائلات السلفونايل يوريا بس يعني لوحده شويه، بيسموها سلفونايل يوريا لايك دراجز. ليه بجيب سيرته؟ عشان لو سألك في الامتحان عن حاجة اسمها إيراتيك لايف ستايل، عيان دايابيتك وحياته مش مظبوطة، يعني مش معروف له نوم من صحيان، مش معروف له أكل إمتى بالظبط، إيراتيك لايف ستايل تساوي ميجليتينايد. لو قالك إيراتيك لايف ستايل في الحالة ارزع على طول ميجليتينايد، ده الأوف تشويس بالنسبة لها. لو سألك على الميكانيزم أوف أكشن زيه زي السلفونايل يوريا بالظبط. الثيازوليديني دايونز دي العيله اللي بعد كده، واضح من اسمها ان هي كبيره، واضح ان هي بتتخن عشان اسمها كبير، اه والله معروف. ايه قصتها بالظبط يا بيه؟ دي بتاكتيفيت بابار جاما ريسبتور. خد بالك عشان في حاجه تانية بابار الفا، مش وقتها هنا. في حاجه اسمها بابار جاما ريسبتور واكتيفيتور، مش بتنهبت عشان بتيجي في الامتحان وتلخبطك. طبعا دي بينتج عنها ان هو بيدخن العيان، وطالما بتدخن العيان فهي very good في ان هي تكنترول البلاد شوجر، ولكن مشكلتها ان هي بتدخن وبتعمل ويت جين وبتعمل فلو ديتنشن، وبالتالي اكستريملي كونترا انديكيتد لو كان العيان اصلا عنده ايديما، سواء كان ليفر سيروزس بقى، سواء كان العيان كاردياك بيشنت بالذات كرونيك هارت فيلير بالذات، العيان ده كونترا انديكيتد تماما ان هو ياخد ثيازولين دايونز، ان هي بتورم العيان. اي ايديما ستيت بالتحديد الهارت فيلير ممنوع معاها ايه العيله دي، وده الوحيد اللي موجود في السوق اسمه البيوجليتازون. نتكلم بقى عن ثلاث عائلات جداد، ده وده اخوات، اما اللي في النص مش تبعهم، عيله لوحده. الدي دي بي 4 انهيبيتور زي الجليبتين سيتاجليبتين فيلداجليبتين، والجي ال بي 1 اجونست زي الليراجلوتايد وزي الاكزيناتايد، يكاد يكونوا زي بعض تقريبا، بس الفرق ان العيله دي اورال لكن العيله دي سبكوتينيوس. الاثنين انكريتين مايميتكس بينهبيت الجلوكاجون سيكريشن. هم عرفوها ازاي؟ قال لك ان العيال لما بياخد جلوكوز اورال لود عن طريق الفم يعني بيطلع انسولين زياده. ازاي الانسولين زياده بيطلع بالطريقه ديت؟ وجد من الفكره انه بيطلع حاجه اسمها انكريتين لايك دراجز زي الجلوكاجون لايك بيبتايد 1 اجونست اللي انت شايف الاسم ده كده يعني بالظبط. المواد دي بتطلع بتنهبيت الجلوكاجون وتخلي الانسولين بالتالي هو الازيد، فبالتالي تخلي الوضع بتاعه ايه احسن. فعملنا ادويه ليها. كلا هما بيعمل ويت لوس، وبالتالي هو فيري بيرفكت لو عيان السكر بتاعه مش كنترولد على الفيرست لاين تريتمنت زي الميتفورمين، ومحتاج اديله حاجه تانية ممكن اديله دي دي بي 4 بالذات لو كان اوفر ويت بيشنت. يبقى انت اللي في تشويس بالنسبه لك بقى في الاوفر ويت بيشنت هو دي دي بي 4 والجي ال بي 1. اما الاس جي ال تي 2 انهبيتورز والدابجليفلوزينز، دي بقى عائله بتشتغل على الصوديوم جلوكوز ترانسبورتر 2 في الكدني، بتخلي يحصل جلوكوزوريا يعني بتخرج الجلوكوز في اليورين، وبالتالي بتبرموت ويت لوس في العيان، بتبرموت جود جلايسيميك كنترول جدا جدا جدا. ايفن لو العيان مورم ينفع معاه، مش عايز اقول لك ان العيان الكاردياك بيشنت اصلا هارت فيلير احسن حاجه له جنب الميتفورمين انك تحط مين الاس جي ال تي 2 ده اللي هو الجليفلوزينز دول، لكن مشكلتها ان هي بتخرج جلوكوز كتير في اليورين، وبالتالي بتعمل ريكيرنت يورينري تراكت انفيكشنز زي الريكيرنت يو تي اي ثراش يعني كانديدا فانجل انفيكشن في اليورينري تراكت. وبالتالي ما تجيبش عين عنده مشكله اوريدي وايه وتسيبه على اس جي ال تي 2.
طبعا التلاتة دول بيعملوا ويت لص، فينفعوا لأي عيان اوفر ويت، اما دول ينفعوا لعيان افريج ويت، الثايازولودين دايونز والسلفونيلوريا والمتفورمنز. نيجي نتكلم بقى عن مانجمنت اوف تايب 1 دايابيتس باي ذا واي. طبعا انت عشان تقول لعيان تقيس قياسات سكر قد ايه، اتليست 4 مرات في اليوم، مره قبل كل وجبه ومره قبل النوم، يبقى كله قبل عشان تبقى عارف. التارجت بتاعك 5-7 هو صاحي من النوم، 4-7 بيفور اتش ميل في بقيه ايام اليوم. طبعا احسن حاجه في تايب 1 هو بيزل بولس ريجيمين، يعني ياخد حاجه زي اللانتوس بيزل وحاجه نوفو رابيد او اكت رابيد مين، ده اللي هو الشورت او ريجولر اكتنج انسولين، ده في تشويس. ما عادش في حاجه اسمها انترميديت اكتنج انسولين في تايب 1 خالص. افرض العيان اوفر ويت شويه، ممكن تحط جنب الانسولين في تايب 1 ميتفورمين، خد بالك يعني الميتفورمين ممكن يضاف فين في تايب 1 لو كان العيان اوفر ويت والبي ام اي بتاعه اكتر من او يساوي 25 كيلو جرام على الملي على المتر مربع. ايه الانتي بوديز الاسوشيتد بتايب 1؟ عندي حاجه اسمها الجاد انتي بودي، جلوتاميك اسيد دي كربوكسيليز وده الاشهر، او ايزوليت اسوشيتد انتيجين انتي بودي اي اي اي. نتكلم بعد كده عن تايب 2، يمكن فيه قاعدة مهمة جدا. بص يا سيدي، انا ببدأ مع تايب 2 عامة بلايف ستايل موديفيكيشن، عبارة عن ويت لوس واكل العيان واكسرسايز. افرض العيان ما تحسنش بياخد ميتفورمين، طيب السؤال الجاي بقى امتى احط سكند دراج؟ يجيب لك كيس سيناريو يقول لك العيان كان تايب 2 دايابيتس وخد ميتفورمين وخد لايف ستايل ادفايس والعيان ما جابش نتيجة. الهيموجلوبين ايوان سي بتاع العيان كان معانا يا عم الحاج 7% ماشي، بقى 7.1%، كان 7% بقى 7.1%. السؤال الجاي هتضيف عليه دواء ولا لا؟ هنا الاجابه لا. ده معنى الجمله الكبيره من الجلسه اللي قدامك ده، هي لو عيان طيب تو ديابيتس واخد ميتفورمين ولايف ستايل ادفايس والعيان كان بادئ عن 6.5%، انا عارف احنا عرفنا احنا نوصل 6.5%، بس لقيت الهيموجلوبين اي 1 سي بتاع العيان بيعلى، طالما ان هو لسه اقل من 7.5% ما تديش حاجه، كمل على العلاج وفولو اب تاني، ماكسمايز العلاج بتاعك وظبط اللايف ستايل بتاع العيان. امتى تحط امتى تحط في العيان دواء تاني جنب الميتفورمين؟ لو لقيت الفولو اب هيموجلوبين اي 1 سي 7.5% او اكتر، وقتها حط حاجه تانية. اقل من كده يعني لو علي باتستيل اقل من 7.5%، ماكسمايز المانجمنت بتاع العيان كما هو. الفيرست لاين مانجمنت اوف تايب 2 دايابيتس بداوا يجيبوا لها حاجات جديده كده حقيقه حلوه قوي، يعني ان انت بتاسس الكارديو فاسكولار ريسك. اشمعنى بقى؟ لان العيان لو هارت فيلير او استابليشد كرونيك فاسكولار ديزيز، يعني مثلا سكيميك هارت او ايا كان، والعيان ريسك ان هو يقلب هارت فيلير ويورم، فاحسن حاجه ان انت تحط ميتفورمين، وونس ان معاها استابليشد كارديوفاسكولار ريسك حط معاها مين بقى؟ الاس جي ال تي 2 انهيبيتورز اللي هو الدابجليفلوزينز واخواته. اما لو العيان ما عندوش اي كارديوفاسكولار ريسك خليك في الميتفورمين فيرست لاين تريتمنت لوحده. السؤال الجاي، افرض العيان بياخد ميتفورمين وكنترول، بس المشكله ان هو عامل له اعراض جانبيه. الاجابه في الامتحان ان انا احول الميتفورمين بتاع العيان الرابيد ريليز الى موديفايد ريليز تابلتس، تتاخد مرة في اليوم، بتبقى بيتر في الابزوربشن بتاعها من الجي تي، وبيتر توليرانس بالنسبة للجي تي ابسيت اللي بيحصل في العيان. افرض بقى ان الميتفورمين اس كونترا انديكيتد، العيان لو كان كارديو فاسكولار ريسك هياخد اس جي ال تي 2 لوحده، اما لو مش كارديو فاسكولار ريسك خد اللي انت عايزه بقى، دي دي بي 4 او بايجليتازون او سلفونيلوريا في الاول ماشي، وقتها الاس جي ال تي 2 هيتاخد لو كان في سيرتن كرايتيريا معينه كده ايه مت. انما اختياراتك ايه بقى يا عم الحاج؟ دي دي بي 4 بايوجليتازون سلفونايل يوريا. طيب فيرذر مانجمنت اوف تايب 2 دايابيتس، ركز كده معايا بقى في اللي هقوله. الوقت العيان زي ما قلنا التايب 2 دايابيتس بياخد واحد من الاربعه دول، يا دي دي بي 4 يا بايوجليتازون يا سلفونايل يوريا يا اس جي ال تي 2 لو كانت الكرايتيريا مت. طيب افرض العيان ما استجابش للسكند لاين تريتمنت وبتنين مع بعض، هتعمل حاجه من اتنين، يا اما هتحط انذر دراج من الباقيين اللي فوق، يا اما يا اما انسولين، والانسولين اللي هيتحط في تايب 2 دايابيتس هيكون ميكسد انسولين اللي احنا بنسميه انترميديت اكتنج انسولين اللي هو الميكستارد اللي هو الايزوفان انسولين. يعني تايب 2 دايابيتس بيمانج بالانترميديت اكتنج انسولين اللي هو الايزوفان انسولين الان بي اتش، انما تايب 1 بيزل بولس كلها أسئلة MCQ، ركز في اللي بقوله لو سمحت. بعد كده
العيان لو قلنا ان هو كارديو فاسكولار ريسك عند اي وقت هياخد اس جي ال تي 2، افرض بقى العيان مش جايب نتيجه، هنا بقى انت هتفكر في حاجه مهمه جدا ماشي، ان انت تفكر في الجي ال بي 1 في عيان الكاردييك. ليه بقى؟ سنس ان اغلب الباقيين غالبا بيعملوا ايه ويت جين، فانت خايف، فهنا هتفكر في الحاجات اللي بتعمل ويت لوس اللي هم مين بقى، هنا بقى غالبا الجي ال بي 1 يا تحط على جي ال بي 1 مايميتك يا اما انسولين. طبعا لو كان البي ام اي بيور ل 35 او اكتر العيان يتحط على مين؟ جي ال بي 1. طيب السؤال الجاي، عيان السكر، عيان السكر هل اديله ستيتنز ولا لا وامتى؟ برضو الحكايه سهله، يا ترى دايابيتك وعنده استابليشد كارديو فاسكولار ريسك ولا لا؟ لو عنده سواء كان كده او السي كي دي والبيشنت الجي اف ار بتاعه اقل من 60 هيتحط على قطور 20. افرض العيان بقى النون اتش دي ال ما قلش بمقدار 40% او اكتر هنعلي ل 80. افرض بقى العيان اصلا متشخص بحاجه، يعني جاله سكيميك هارت قبل كده بقى، او جاله جلطه في المخ قبل كده، او عنده مشكله في شريان الاطراف بريفرال ارتريال ديزيز، خلاص العيان ده هياخد ماكسيمم دوز ستيتنز قطور 80 ملي جرام. الدايابيتس في رمضان حتى تعملوا جايد لاينز عشان ياخدوا بالهم، ركز معايا، احنا اكبر وجبه بناكلها هي ساعه الفطار اللي هي السان سيت، واقل وجبه بناكلها شوف بيه ساعه السحور اللي هي السان رايز بيفور سان رايز عشان ما تتلخبطش. فالسان رايز اللي هو السحور لازم تكون الاكله بتاعتنا يكون فيها لونج اكتنج كربوهيدرات عشان الصيام. العيان لازم يمونيتور البلاد جلوكوز بتاعه بالذات لو حس ان هو مش كويس في الصيام عشان ممكن يكسره. البيشنت ياخد ميتفورمين، اللي بياخد ميتفورمين ياخد تلتين الجرعة قبل الفطار وتلتها قبل السحور، تلتين الجرعة قبل الفطار وتلتها قبل السحور. اما العيان اللي ماشي على سلفونال يوريا فيفضل نديله وانس ديلي دوز سلفونال يوريا. اما لو كان بياخد توايس ديلي بريباريشن جليكليزايد يعني والامور ماشي معاه تمام، فهنخلي برضو اكبر جرعة قبل الفطار وهنخلي اقل جرعة قبل السحور. لو بياخد بايوجليتازون مش محتاجين اي ادجستمنت للعيان تماما. الدايابيتك فود ديزيز انا مش عايزك تعرف الا اللي هقوله ده بالظبط، ازاي تعرف الاسكيميا؟ اعمل بالبيشن للدورزاليس بيريس والبوستيرو تيبيال ارتري، وازاي تسكرين نيوروباس عشان بيجيبوها في الام سي كيو، 10 جرام مونوفيلامنت، 10 جرام مونوفيلامنت ويتحط على كذا مكان في السولف ذا فوت عشان نشوف هو بيحس ولا لا. الجاستروباريسيز معناها انه المعده بتكون بطيئه، والعيان هنا بيكون عن عرضه ان هو مش قادر ياكل وانوركسيا وممكن يرجع. هنا علاجها طبعا اوبتمايزنج البلاد جلوكوز كنترول رقم واحد. رقم اثنين السبيسيفيك تريتمنت الميتوكلوبرامايد والدومبليدون والاريثرومايسين وده انتي مايكروبيال من عيله الماكرولايدز ولكنه برو كاينيتك اكشن. لو واحد منهم مش نافع مش هنضيف واحد تاني، هنغيره بواحد تاني. ده زي فكره الدايابيتك نيوروباثي. بالمناسبه برضو الدايابيتك نيوروباثي انتوا عارفينه زمان، يا اما بندي الدلوكسيتين او الايميتريبتالين او البريجابلين او الجبابنتين، واحد من الاربعه. وقلنا ان العيان لو ما استجابش على خط بنسويتش على خط تاني، مش بنقاد، مفيش قاد في النيوروباثي، انما بنغير واحد بواحد. نكمل بعد كده في السكر ومعادنا مع الكومبليكيشنز، هنتكلم عن الدي كي اي. خد بالك الدي كي اي لها كريتيريا بالشكلين، الامريكان وفي البريتش. يمكن يهمنا اكتر هنا البريتش جايد لاينز، جلوكوز اكتر من 11 ملي مول، بي اتش اقل من 7.3، الباي كارب اقل من 15، لاحظ ان هو هنا اقل من 18، الاناين جاب اكتر من 10، والكيتونيميا هنا برضو ما زالوا متفقين في الكيتونيميا والكيتونيوريا كذلك، بس يمكن الكيتونيميا اكتر. في اتفاق بين الاثنين في كل حاجه الا البايكارب غالبا، يعني هو هنا اقل من 15، هنا اقل من 18، وهنا السكر اكتر من 200، هنا اكتر من 250. نو مور. نيجي على اللي بعده، ازاي بنعمل مانجمنت العيان دي كي اي دايابيتك كيتو اسيدوسس. اولا الفلويد ريبليسمنت، العيان ده بيكون ديبليتد من الفلويد اراوند من 5 ل 8 لترز، فدي نقطه مهمه جدا جدا. الايستونكس لاين بنديه هو الفيرست لاين تريتمنت بالنسبه لنا كفلويد، ايفن لو العيان سيفيل اسيدوتيك، لان هو احسن، هو اللي بيمبروف فعلا ان العيان جلايسيميك الهايبر جلايسيميا بتاعته تتحسن اسرع. رقم 2 الانسولين، وده بيتاخد اي في بريت من 1/10 يونت لكل كيلو جرام بير اور. مجرد ما الجلوكوز ينزل عن 15 تقريبا الانفيوجن بيتشفت على 5% جلوكوز.
حاجة تالتة correction of electrolyte imbalance زي البوتاسيوم. البوتاسيوم في الأول بيكون هايبر أو ايوكاليميك، ومع severe depletion بيبقى هايبوكاليميك نتيجة depletion بتاع البوتاسيوم stores. فنقطة مهمة جدا محتاج ان انت تظبطها في العيان ده. ثم long acting insulin should be continued و short acting insulin should be stopped. ده بمعنى، ودي نقطة بتيجي ام سي كيو على فكرة، لو العيان اصلا جاي ديك الوقت وهو اصلا كان ماشي اوريدي قبل كده على شورت لونج اكتنج انسولين، ايه الوضع؟ هتوقف شورت اكتنج انسولين اللي هو بتاع الوجبات يعني، وهتكمل لونج اكتنج انسولين جنبا الى جنب مع الانسولين الانفيوجن اللي انت ماشي عليه. بعد كده الهايبر اوزمولر هايبر جلاسيميك ستيت، ده يوجوال العيان بيكون هايبر فوليميك ماركت هايبر جلاسيميا اكتر من 30 ملي مول لكل لتر، بيقولوا اكتر من 600 تقريبا يعني، من غير ما يكون معاه اسيدوز جامده او سيجنيفيكانت كيتونيميا. رقم 3 سيجنيفيكانتلي ريزد سيرم اوزمولاريتي اكتر من 320. الهايبر جلايسيميا في عندي منها الهايبوجلايسيميا، قلنا من شويه قلنا هايبر، نتكلم بقى عن الهايبوجلايسيميا. عندي الاعراض بتبدا تظهر بشكل من اتنين، يا اوتونوميك سيمتومز يا اما نيوروجلايكوبينيك سيمتومز. لما بنقل عن 3.3 ملي مول لكل لتر بتبدا الاوتونوميك سيمتوم تظهر، زي الاوتونوميك سكويتنج يمكن اشهر حاجه فيهم على الاطلاق، يعني عرق ساقع جدا جدا جدا، ويبدا يرعش يحس انه جعان. قلت عن كده شويه يبدا العيان بقى يديستورب وفيجوال ديستوربنس وكونفيوجن وديزنس لحد ما يوصل لكوما، which is rare. الهايبوغلاسيميا شو بيصوت في اي عيان عنده كوما ايا كانت هي ايه، لازم تشوف سكر الاول عشان ممكن تكون هي هايبوغلايسيميا كوما قبل اي شيء. لكن خد بالك بقى من اللي عايز اقوله في المانجمنت بتاع الهايبوغلايسيميا، العيان فايق ولا مش فايق؟ العيان اللي فايق مهم جدا تعرف ان احنا بنديله اورال جلوكوز من 10 ل 20 جرام في ليكويد او جيل او تابلت فورم، او ساعات بندي حاجه اسمها جلوكو جيل او ديكسترو جيل. ده او ده حاجات من اللي ممكن تتحط تحت اللسان او في البكال كافيتي وتمتص بسرعه وتدي العيان ايه جلوكوز. ايه ميزتها؟ طبعا انت مش محتاج تركب اي في كانيولا ولا اي بتنجان، حاجه اورال. في ناس بيقولك ممكن تدي جلوكاجون، بالذات لو كان في المستشفى بيدوا انجكتابل جلوكاجون لو كان عين ان كونشوس او انيبل تو سوالو او هكذا، يعني العين بيبقى سبكوتينيوس او انتراماسكولار جلوكاجون. بس الافضل طبعا اي في ديكستروز 20%، اي في ديكستروز 20%. بندي قد ايه؟ برضو 20 جرام. 20 جرام يعني حوالي 100 سم من الجلوكوز ده، 100 سنتي من الجلوكوز ده. نتكلم بعد كده عن الجلايكيتد هيموجلوبين، اللي هو الهيموجلوبين التراكمي اللي احنا بنقول عليه، بنعرف بيه العيانين على مدار اخر 3 شهور. ولا سؤال ام سي كيو، بيرفلكت الجلايسيميك كنترول اوفر ذا باست 3 مانثز. ده الجلايكيتد هيموجلوبين. في حاجات ممكن تخليه لوور ذان اكسبكتد، وحاجات تكون ابر ذان اكسبكتد. اي حاجه تخليه lower than expected هتخلي ال RBC's life span يتكسر. ما هو لما تتكسر هتتكسر هي ومين والجلوكوز اللي فيها، زي الهيموتيك انيمياز سيكل سيل والجي 6 بي دي والهيرديتري سفيروسايتوزيس. على النقيض، لو كان العيان عنده higher than expected هيموجلوبين A1C، فممكن نتوقعها مع بعض الحاجات اللي يكون فيها ال RBC's مش بتتكسر بس مش بتوصل الماتشور فورم، زي حالات الايرن ديفيشنسي انيميا والبي 12 والفوليك اسيد. هنا الايرن مش بيوصل ماتيور فورم خالص، يا كبير وارستد سيل ديفيجن، يا اما ارتيكولوسايت فورم اللي هو مع الايرن يعني ما بيعرفش يكون ايرن عشان يكمل تكوين الهيموجلوبين، او انك تشيل الطحال، لان الطحال كان بيكسر جزء من الار بي سي، فلما الطحال يتشال التكسير يقل فاللايف سبان تزيد. فتديك انطباع ان العيان الهيموجلوبين بتاعه هيموجلوبين اي ان سي بتاعه كانه عنده دايابيتس كده يعني، وهو مش دايابيتك. التاني ده معناه ان العيان يبان لك كانه كنترول دايابيتس وهو مش كنترول ولا حاجه، ده هو مش كان في فاكتور تاني هو اللي غير القصه. الجستيشنال دايابيتس ميليتس، عشان تبقى عارف احنا بنعمل ايه عشان نشخصه، اورال جلوكوز توليرانس تيست مهم جدا. امتى؟ عم الحاج عند الاسبوع ال24 وال28 وآز سون آز بوسيبول أفتر بوكينج، مجرد ما تحجز الست خلاص ان هي تعمل أنتينيتال كير هنعمل لها مين؟ أورال جلوكوز تولرانس تيست. طبعا الاهتمام بالجستيشنال دايابيتس كون ان هو مضاعفاته على الطفل وعلى الأم ما لا حد لها.
الثريشولد هنا مهم، الفاستنج يكون اكتر من 5.6 ملي مول، والتو اور بوست برانديال اكتر من 7.8 ملي مول على الليتر، ودي ارقام اقل من النورمال دايابيتس ثريشولد ليفلز. طبعا الجستيشنال في جزء منهم بيعدي طبيعي وفي جزء منهم بيكمل بفرانك دايابيتس. لو كان الفاستنج بلد جلوكوز اقل من 7 هنعمل دايت اكسرسايز، ما جابش نتيجه هنحط عليها ميتفورمينس بعد قد ايه بقى، من اسبوع لاسبوعين مع اللايف ستايل. افرض ان هو بعد اسبوع لاسبوعين ما جابتش نتيجه يبقى انسولين. طيب الجستيشنال دايابيتس لما هديله انسولين شورت ولا لونج اكتنج؟ هنا هدي الشورت اكتنج انسولين مش لونج اكتنج. طيب التايم اوف دايجنوز لو لقيته من الاول اصلا اكتر من 7 ملي مول، ايه بقى اللي هتبداه بقى؟ انسولين. انسولين شوب ستارتد لو كان من 7 اكبر من 7 ملي مول على طول. طيب افرض بقى انه لقيت البلازما جلوكوز واقع من 6 ل 6.9، لو لقيته في الرينج ده بس بس في كومبليكيشن سواء كان الطفل كبير ماكروزوميا او ميه كتير في البطنه ما هيدرو بولي هيدرامينوس، يعني هنا برضو العيان شوب بي تريتد ويز انسولين ويتعالج على انه دايابيتك بيشنت. فاذا دي حاجات مهمه، اقل من 7 دايت واكسرسايز ثم ميتفورمين ثم انسولين شورت اكتنج، اكتر من 7 من الاول انسولين، من 6 ل 6.9 بلس كومبليكيشنز ريليتد للدايابيتس تساوي انسولين. ساعات بيدوا حاجه اسمها جليبين كلامايد، ده واحد من السلفونيلوريا، ممكن يدوها للناس اللي مش توليريتنج الميتفورمين واللي مش او اللي مش واصله للجلوكوز تارجت والميتفورمين وديكلايننج الانسولين تريتمنت. ممكن يدوا مين جليبين كلامايد؟ ده نوع من انواع مين؟ نوع من انواع السلفونيلوريا زي ما قلنا. المودي ماتوريتي اونست دايابيتس اوف يانج، معناها ان حد صغير في السن عنده تايب 2 دايابيتس، قلنا ان هي ممكن تبروجريس لديكي ايه. اشهر نوع منها هو رقم 3 نتيجه ال HNF1 الفا جين. اهم ما يميزها انه في علاقه يا ابني بين السكر وال HCC. المودي 3 اسوشييتد ويز هيباتو سيلولار كارسينوما، عشان MCQ اقلهم تايب 2 له علاقه بالجلوكوكاينيز جين، بيسالك بس ايه الديفكت بتاع تايب 2. تايب 5 ده موست رير فورم تقريبا، منهم HNF1 بيتا جين، وده ممكن يسالك فيه عشان بيعمل ليفر ورينال سيست. لا يعني حد عنده دايابيتس وليفر ورينال سيست يبقى اسمها مودي تايب 5. لو حد عنده دايابيتس وكومبليكيتد بي اتش سي ممكن تشك ان هو يكون مودي تايب 3. المودي يشمل سنه صغير يعني 25 سنه يعني، غالبا بيكون في فاميلي هيستوري اوف ايرلي اونست دايابيتس، والكيتوزس از نوت ا فيتشر، عشان كده هو مش بيور انسولين ديفيشنسي، هو انسولين ريزيستنس اكتر. وthis is the most common form منه بتكون very sensitive to sulfonyl urea، يعني العيالين دول لما بنعالجهم بالسلفونيل يوريا مش محتاج انسولين معاهم في الاول. نتكلم بعد كده بقى عن حاجات تانية ملهاش علاقة بالسكر، الا وهي ال other endocrine systems. هنتكلم عن البيتيوتري جلاند، واولهم الاكروميجالي. اكرو يعني ايديه، وميجالي ورجلي، يعني اكرال يعني extremities، ميجالي يعني ايده ورجليه، ميجال يعني كبير، فأكرو ميجال يعني ايده ورجليه كبار. عشان تبقى عارف هي اشهر سبب ليها بيتيوتري ادينوما، يوجوالي بتكون بيتيوتري ماكرو ادينوما، بتعمل لارج هاندز اند فيت، فيقول لك ان العيان وحتى في الكلينيكال سيناريو في الامتحان الرينج ما عادش بيجي على صباعه، وكل مره عمال بيغير جزم لان هي ما عادتش على مقاسه. ليه؟ لان كل ما رجليه بتكبر والجزمه بتصغر عليه. طبعا بيعمل اكسسيف سويتنج، اسالك فيها في الامتحان ليه؟ ديو تو سويت جلاند هايبر بليزيا، بيكبر مين؟ السويت جلاندز. الفيرست لاين فور دايجنوزس هو الانسولين لايك جروث فاكتور الفا 1، انسولين لايك جروث فاكتور الفا 1، ولو طلع ايجابي كونفيرم ويز اورال جلوكوز تولرانس تيست، ولو طلع كده هتعمل له جراحه ترانس سفينويدال سيرجري. ده دايما العيان ده لما بيموت يجولي بسبب الكاردياك كومبليكيشن زي الكارديوميوباثي. ومن ضمن الحاجات اللي بيسالك فيها في الام سي كيو ان العيان ده ممكن يكون ات ريست اوف سكين كانسر، لدرجه ان احنا بعد ذا ايدج اوف 40 تو 50 ييرز العيان بنعمل له كولونوسكوبي عشان ندور هل هو عنده كانسر ولا لا. ده لو شخصت عيان انه اكروميجري بعد ال 40 او ال 50 هتدور عنده اكروميجري، هتدور عنده كولوريكتال كانسر ولا لا. طيب افرض بقى النوع سالك على اخت الاكروميجالي بروكتينوما، يعني ورم بيفرز برولاكتين، ويوجوال اللي بيعملها مايكرو ادينوما. يعني ايه مايكرو ادينوما؟ يعني اقل من سنتي. ماكرو ادينوما يعني اكتر من سنتي. يوجوالي بيتيوتري مايكرو ادينوما،
البرولاكتينوما بتعتمد في الاساس على الدوبامين عشان يملا انهبيشن، سنس ان الدوبامين از ذا برولاكتين انهبيتوري هرمون، وبالتالي لو اديت دوبامين للعيان دوبامين اجونست يعني زي برومكريبتين التيومر سايز بيقل. فريجاردلس ركز معايا، ريجاردلس هل الورم مايكرو ولا ماكرو، عامل كومبريشن على البيتيوتري ستوك او على الفيجوال فيلد ولا لا، ايا كان حجمه كبير حجمه صغير قال لك حجمه تلاجة، الفيرست لاين تريتمنت از ميديكال ويز برومكريبتين مش جراح، حتى لو عامل كومبريشن برضو مش جراح، برومكريبتين لانه العلاج ايبل ان هو شرينكج السايز بتاع التيومر. السكن موست كومون يعني اشهر حاجه على الاطلاق في البيتيوتري بالمناسبه هي المايكرو ادينوما بتاعه البيتيوتري، ده الفيرست موست كومون. السكن موست كومون وراه هو نون سيكريتنج ادينوما. في بقى حاجه بقى بتحصل كده على النقيض لما يحصل سيفير بوست بارتم هيموريدج فولد باي فيلير تو لاكتيت، واحده لسه حامل ولدت بس وهي بتولد حصل سيفير بوست بارتم هيموريدج، فبعدها تبدا تقول لك ترجع العيل مش عارف ترضعه، ده على طول شيهان سندروم نتيجه بيتيوتري ديسفانكشن نتيجه نقص البرولاكتين هرمون. بيحصل هايبربليزيا وزياده في الديماند اثناء الحمل في جسم البني ادم، فبيقابله هايبربليزيا في البيتيوتري جلاند. هذه الجلاند لما تكون هايبربلاستيك وتيجي انت ساعه الحمل ويحصل سيفير بوست بارتم هيموراج بيحصل هايبوبرفيوجن تو بيتيوتري، فيحصل بيتيوتري نيكروزس انفاركشن تعمل ما يسمى باسم شيهان سندروم. عامة عشان ندور على اسباب تانية او عامة حد عنده بان هايبوبيتيوتريزم بنعمل حاجة اسمها انسولين ستريس تيست، الهدف منه ان هو لما يوطي السكر يطلع الانتي انسولين هرمونز اللي هي مين جي اتش هرمون والكورتيزول ليفلز، غالبا بنعمل لهم ميجرمنت. لما تكون الفانكشن طبيعية طبيعي ان هم يعلو للهايبوغلاسيميا. لاحظ ان الانسولين ستريس تيست بيعمل هايبوغلاسيميا، فما ينفعش في عيان ممكن يتضر منها زي عيان الابيليبسي والاسكيميك هارت وزي عيان الادرينال انسفيشنسي اللي هو عنده اوريدي مين اصلا هايبوغلايسيميا. ده هدف الانسولين ستريس تيست. نتكلم بعد كده عن الاديسونز ديزيز ادرينال فيلير برايمري ادرينال فيلير. الموست كومن كوز في الديفلوبد كانتريز هو الاوتو اميون ديستراكشن اوف ادرينال جلاندز، لكن في الديفلوبينج كانتريز بالذات الدول الافريقيه تنزانيا بقى واغندا والدول الحلوه دي تي بي ادرينالايتس يعني تي بي واصاب الادرينال جلاند يعمل ميم اديسونز ديزيز. الكرايسيس يوجوالي العيان بيجي بابدومينال بين ونوزيا فومتنج معاها شوك هايبوتنشن وسائع جدا وجسمه صعب وذ هايبوناتريميا وذ هايبركاليميا اند هايبوغلاسيميا، ثلاثه هايبو واثنين هايبر عشان تبقى عارف، هايبوتنشن هايبوغلاسيميا هايبوناتريميا هايبر هايبوتنشن هايبوناتريميا هايبوغلاسيميا هايبركاليميا هايبر بيجمنتيشن، وده بيحصل مع البرايمري بس نتيجه الاس تي اتش اللي بيعلى كسكندري ريسبونس لللو كورتيزول ليفل، وساعات كمان بيحطوا عليها فيفر عين يسخن. يعني لو سالك يا ابني اديسون ديزيز احنا اكتر حاجه بنشوفها في الامتحان هو ان يكون الصوديوم بتاعه قليل والضغط بتاعه واطي والبوتاسيوم بتاعه عالي، خلاص ده اديسونز. في اي داهيه بانت كلاسيك او لم تبان او ما بانتش ان هي كلاسيك لما تلاقي الحاجات دي مع بعضها العيان سوسبكت ان هو مين انه العيان ده غالبا اديسونز ديزيز. ليه بقى مش مهم بس انت شك على طول فيها، هتكونفيرم باي سي تي اتش ستيميليشن تيست او شورت ستين تيست، ده عشان تكونفيرم الدياجنوزس والتريتمنت انك تعمل ريبليسمنت. اهم حاجه في الحالات الطارئه انك بتدي اي في هيدروكورتيزون كل 6 ساعات وواحد ومعاها 1 لتر سلاين من نص ساعه من تلت من نص ساعه لساعه، وساعات معاها سكر جلوكوز 5% 10% لو كان العيان سكره واطي، وهات كونتينيو كل 6 ساعات الهيدروكورتيزون لحد ما العيان يبقى ستيبل. في هذه اللحظه احنا مش محتاجين الفلودروكورتيزون. ايه هو ده؟ ده عبارة عن الانالوج بتاع الالدوسترون بوتنت سولت ريتيننج اكشن. طيب ليه مش محتاجه؟ عشان الهيدروكورتيزون بي اكزيرت مودريت او مايلد تو مودريت مين مينرال كورتيكويد اكشن. الاورال ريبليسمنت بيبدا بعد 24 ساعه وممكن يقل المينتنس دوز في خلال من 3 ل 4 ايام. طبعا تيبيكال اورال ريبليسمنت بيكون الضعف في الاول يوم، وبعد 3 ل 4 ايام نبدا نعمل ايه نقلل الجرعه للمينتنس بتاعه العيان. بعد كده عندي حاجة اسمها اوتو اميون بولي اندوكرينوباثي سندروم، في منها نوعين تايب 1 تايب 2. تايب 1 ده بيتميز بحاجتين من ثلاثة، كرونيك ميوكوكوتينياس كانديديزيز يوجوال غالبا بيكون تشايلد صغير وعنده كده، 2 اديسونز ديزيز، 3 هايبو باراثيرويديزم. ده تايب 1، عايزين 2 من 3 كانديدا موجودة في تايب 1.
اما تايب 2 فيها اديسونز اللي هو ده بلس يا سكر يا اما اوتو اميون ثايرويد ديزيز. يبقى اديسونز بلس تايب 1 دايابيتس اور اوتو اميون ثايرويد ديزيز. الفيتيلايجو ممكن يكون موجود في الاثنين زيهم بقى على النقيض بس بزياده الافراز مش بالنقص. لاحظ اللي فاتوا دول اوتو اميون يعني نقص، اما هنا زياده. هنا زياده بقى في ايه؟ في افراز حاجات. بص عندي حاجه اسمها مالتيبل اندوكراين نيوبليزيا، دي منها ثلاث حاجات، في عندي تايب 1، في عندي تايب 2A، في عندي تايب 2B. تايب 1 3B بيتيوتري باراثايرويد بانكرياس، بيتيوتري باراثايرويد بانكرياس. البيتيوتري فيها ادينوما، ادي حاجه. الباراثايرويد فيها باراثايرويد ادينوما يعني يعمل هايبركالسيميا. البنكرياس مهم لانه ممكن يقول لك ان هو يكون انسولينوما، هنتكلم عنها كمان شويه، او جاسترينوما، واحد عنده ريكاونت بيبتيك ألسر وذ ابدومينال بين اند دايري لما قلناها في الجي تي. ممكن يكون في ادرينال وثايرويد ادينوما، بس انا الاساس عندي الثلاثه بي وبيجيبهم لك في الامتحان كده، باراثايرويد بيتيوتري باراثايرويد بانكرياس. اما المين تايب 2 عباره عن 2 بي بس، ثايرويد وباراثايرويد وفيه كروموسايتوما. يبقى البي الثالثه مين هي؟ البي الثاني هنا بيبقى مين المره دي؟ فيه كروموسايتوما دورا بيفرز كاتيكولامينز، هنتكلم عنه كمان شويه، باراثايرويد ادينوما هايبركالسيميا يعني، ومدلل ثايرويد كانسر. ادي الثلاث حاجات فيها 2 بي. من تايب 2 بي فيها واحده بس بي، الا وهي الفيو كروموسايتوما. الفيو كروموسايتوما دايما متصله بالريت اونكوجين، متصله بالريت اونكوجين عشان تبقى عارف كويس جدا جدا. لاحظ كمان ان المين تايب 2 مميزه جدا بالفيو كروموسايتوما والمدلل ثايرويد كانسر. مدلل ثايرويد كانسر ومين والفيو؟ يعني مدلل ثايرويد كانسر موجود فين كمان؟ في تايب 2 سواء كان A او B. امال ايه اللي اختلف؟ باراثايرويد في 2-1 مارفانويد هابتس في تايب ميم 2B، دول لهم علاقة بالريت أونكوجين، أما تايب 1 له علاقة بالمين تايب 1 جين. أشهر برزنتيشن تايب 1 هو هايبر كالسيميا، في الامتحان بيجيبهم كتير 3B 2B 1B. نيجي للكوشنج سندروم وزيادة في إفراز الكورتيزول، يا إما جاي من الأدرينال جلاند يسموه برايمري، يا إما جاي من من البيتيوتري جلاند يسموه سكندري، يا إما بيجي من الهايبوثالاموس بيسموه تيرشري. الكوشنج سندروم، كوشنج سندروم تعني ان المشكله غالبا جايه برايمري، يعني جايه منين؟ من الادرينال جلاند، بنسميه اي سي تي اتش اندبندنت. فاحنا عندنا حاجه اسمها اي سي تي اتش ديبندنت كوزس، ده معناه ان المشكله جايه من البرين فوق زي البيتيوتري سيكريتنج اي سي تي اتش تيومر. اسباب تانية بقى زي الاكتوميك، واشهر سبب الاكتوميك اي سي تي اتش هو السمول سيل لان كانسر لو تفتكر اي سي تي اتش واي دي اتش، فاكرين؟ بعد كده الـ ACTH independent causes، يبقى معنى كده ان انا عندي primary زي ده، او iatrogenic ان حد بياخد استرويد زي بتوع اللوبس مثلا كمثال، الامراض روماتولوجيكال، او الادرينال ادينوما بقى اللي بتعمل كوشنج، او ادرينال كارسينوما ودي رير، او حاجة اسمها كاليني كومبلكس وده بيكون معاه كاردياك ميكزوما. في حاجة اخيرة اسمها السودو كوشنج. السودو كوشنج معنى كده ان العيان عنده testing positive for كوشنج بس وعنده اعراض شبهها، بس واقعيا لا هو مش كوشنج. ده عيان زي السيفير ديبريشن وزي اللي بيشرب كحول كتير، فلقيت كيس سيناريو فيها الكحول اكسس او سيفير ديبريشن والعيان عنده اعراض كوشنج، وحتى لو طلع عنده الديكساميثازون سابريشن تيست بوزيتيف و24 اور يونيك كورتيزول ليفل بوزيتيف، يعني ده او ده بوزيتيف منهم، وانت قلت كده، ده اسمه سودو كوشنج سيندروم. اسمه سودو كوشنج سيندروم. حلو، طيب السودو كوشنج سيندروم ده ازاي نتاكد بقى من التشخيص؟ بالاختبار الثالث اللي هنتكلم عنه كمان شويه، الا وهو ميد نايت سيرم كورتيزول ليفل. اشمعنى بقى؟ الترو كوشنج سيندروم بيكون كاركترايزد باي لوس اوف سيركاديان ريزم، اللي هو الصبح بيكون عالي وبالليل بيكون قليل، وايل الفولس كوشنج سيندروم بيكون معاه نورمال سيركاديان ريزم، يعني هتلاقي الصبح الكورتيزون عالي وهتلاقي بالليل الكورتيزون ماله قليل ولكن وذ نورمال رينج. يبقى الكوشنج سندروم الطبيعية ترو بتعمل لوس اوف سيركاديان ريزم، اما السور كوشنج لا. اشهر سبب على الاطلاق فيهم كلهم الياتروجينيك، بالمناسبة ياتروجينيك كوز هو الاشهر على الاطلاق. الانسولين ستريس تيست مي بي يوز تو ديفرنشيت السور كوشنج فروم كوشنج برضه، هي بالظبط. الفيتشرز طبعا بيعمل مون فيس، بافالو هامب يعني تلاقي وشه عامل شبه البدر، بتقارنه بصور له قديمة، بافالو هامب يعني تلاقي الباد بتاع الشولدر مليانه فات،
ترانكال اوبيستي ستراي روبرا، يعني خدود حمراء على بطن العيام نتيجه ان السكن ثين وتحت اوبيستي واندر انترا ابدومينال بريشر عالي، فده اللي بيحصل. ستراي روبرا هايبرتنشن طبعا، امبيرد جلوكوز تولرانس، هايبوكاليميك ميتابوليك الكالوزيس. هاو تو دايجنوز، احسن حاجه يا ابني عشان الامتحان ديكساميثازون سابريشن تيست. لكن في الطب مفيش حاجه اسمها احسن حاجه ايه، لكن احسن حاجه في الامتحان كده lack of suppression تساوي كوشنج، و 24 hour urinary cortisone level is used to confirm diagnosis، او العكس. فالطب هو بيديك الخيار، لكن هو يجوال احنا بنبدا بالديكساميثازون سابريشن تيست اللو دوز، ثم اللي هي 1 ملي جرام يعني، ثم 24 hour urinary cortisone levels. الاذر بقى ميدنايت سيرم وساليفري كورتيزون ليفل. ليه بقى ليه بالليل؟ عشان خاطر الكوشنج معناها هايبر سيكريشن في الكورتيزول. طيب اعرف منين ان الهرمون افرازه زايد في الوقت اللي هو مفروض يكون فيه قليل، اللي هو امتى؟ يعني بالليل. السيركاديان ريزم بتاعت الكورتيزول بتقل بالليل، فهتست العيان هو بالليل هشوف هو قليل مفترض هيكون قليل ولا لا، هلاقيه عالي يبقى ده كوشنج فعلا. خد بالك بقى لما بيبقى عندي اللو دوز نورمال، انا كشخص كوشنج بس انا كده عايز اعرف السورس بقى فين، برايمري ولا سكندري ولا اكتوبيك، هنعمل حاجه اسمها هاي دوز ديكساميثازون سابريشن تيست. بص يا عم، لما ادي هاي دوز ديكساميثازون سابريشن تيست المتوقع كالاتي: الاس تي اتش جوه يقل وبالتالي الكورتيزون يقل. النورمال ريسبونس الطبيعيه ده هي ما تحصلش الا في حاله واحده بس، مع البيتيتري ادينوما اللي هي في النص. يعني لو اديت هاي دوز وحصل سبريشن على طول خط للاثنين اس تي اتش والكورتيزول، المشكله بيتيوتري، لان البيتيوتري مايكرو ادينوما لما بتفرز كورتيزول مع الهاي دوز ديكساميثازون من بره بيحصل له سبريشن، تفرز اس تي اتش اقصد بيحصل له سبريشن مع الهاي دوز ديكساميثازون. افرض بقى ان انت اديت الهاي دوز ديكساميثازون سبريشن تيست وما حصلش سبريشن لا الاس تي اتش ولا الكورتيزون بالطبيعيه، ده اكتوبيك على طول اهو. ليه بقى؟ لان الاكتوبيك مكان تاني بره خالص، فالطبيعي هتلاقي مين العيان اخباره ايه؟ مفيش سبريشن نهائي. اخر حاجه عشان تبقى واخد بالك بقى معايا كده اهو، اخر حاجه هنا اهو، انه العيان لو كان الكورتيزول بتاعه ما حصلوش سبريشن بس الاس تي اتش سبريزد، الديكساميثازون لو دخل وعمل سبريشن للاس تي اتش بس ما عملش سبريشن للكورتيزون، هذا يعني انه اصلا الاس تي اتش كان سبريزد لكن الكورتيزون لا، يبقى ده برايمري، ده الكوشنج اللي جاي من الادرينال جلاند. يبقى لو كله سبريزد بيتيوتري، كله مش سبريزد اكتوبيك، واحد سبريزد والتاني لا، طبعا قطعا الاس تي اتش هو السبريزد والكورتيزون لا، يبقى ده مين؟ برايمري. افرض بقى ان انت عملت ايمجنج على البرين بعد ما قلت ان هو مشكله بيتيوتري وما طلعش حاجه في الـ في الـ في, في الام ار اي، تعمل ايه وقتها؟ تو ايزي، اعمل حاجه اسمها انفيريور بيتروزال ساينس سامبلنج، لو لقيتها بوزيتيف يبقى بيتيوتري، لو نيجاتيف يبقى اكتوبيك. لو لقيت الانفير بتروز الساينس دي بتاعت اللي هي اللي هو نزل بار نزل ساينس يعني منهم الصوب البرين، لو لقيت فيها كورتيزون كتير يبقى المشكله فعلا بيتيوتري، لو ما فيهاش يبقى المشكله مش جايه بيتيوتري، جايه من مكان تاني. الكونجينيتال ادرينال هايبربليزيا عايزك تعرفها بكل بساطه. بص يا عم، 1 دوك اند 1، احفظ معايا 1 دوك اند 1. 1 يعني اي رقم، اي رقم، اي مرض يبدا برقم واحد هتلاقي فيه دوك هو العالي، ديوكسي كورتيكوستيرون. يطلع ايه ده؟ ده كانه الدوستيرون، ده الانالوج بتاع الدوستيرون، شبهه بالظبط في الشغل بس اقل في القوه، وبالتالي هاي دوك يساوي هايبرتنشن. اي حد اند 1 يعني ايه الكلام ده؟ يعني اي حد ينتهي برقم واحد، اي حد ينتهي برقم واحد عنده هاي اندروجينز. بص بقى معايا، انا عندي اشهر 3، 21 ده أشهرهم على الإطلاق، ثم 11، ثم 17. 21 بينتهي بواحد وال11 بينتهي بواحد، فيبقى عنده هاي أندروجينز. 21 ما فيهوش رقم واحد في البداية فما ينفعش معاه دوك، لكن ال11 فيها بداية برقم واحد وال17 فيها بداية برقم واحد برضو ميم هاي دوك. استفدت ايه بقى لما اقولك ان 21 هيدروكسيليز ديفيشنسي؟ هذا يعني ان هو عنده هاي أندروجينز، فشوت بين ان هي كبنت اصلا كانت تتكون وايه، وهي بنت، فهي مفترض ان هي تكون فهي مفترض ان هي بنت اصلا الاكس اكس بس عندها هاي اندروجينز، فقافله الاستروجينز بتاعتها وهي مولوده، فتتولد سودو هيرمافروديتيزم. يعني ايه سودو هيرمافروديتيزم؟ يعني هي فيميل جيناتيكالي ولكن فينوتيبيكالي ميل. ده هتلاقي عندها شعر كتير في الفيميل جينيتاليا اسمها فيريلايزيشن،
الميل لما يتولد هيتولد ميل ما عنده اندروجينز، بس المشكله ان الهاي اندروجينز تبدا من عنده من سن السنه وسنتين وثلاثه، فتلاقي البريكوشس بيبارتي بتاعته بدري قوي قوي، وطوله بيقصر كمان لانه بيقفل بريماتور كلوجر بسرعه البرق. لما نيجي نشوف ال21 هيدروكسيليز ده، هم عندهوش الدوك، وعايز اقول لك كلهم بيكون فيهم لو ليفلز للثلاثه، الالدسترون والكورتيزول الكورتيزول والالدسترون، اسف الاثنين بس، الثلاثه فيهم الاثنين كلهم واقعين، وحتى ما عندوش الدوك، فده اللي بيجي بادرينال انسفيشنسي فيري فيري يونج ايج، في اول ايام حياته ممكن يجي باعراض نزله معويه وبتطلع اصلا كونجنتال ادرينال هايبربليزيا، فده نوع من انواع الحاجات اللي لازم تعمل فيها سكريننج في الحال. ال11 بيتا هيدروكسيليز ديفيشنسي، بصوا بقى يا سيدي، ده في واحد واحد، يعني في دوك عالي فبالتالي عنده هايبرتنشن هايبوكاليميا نتيجه الالدوسترون افكت، واندروجينز عاليه فيتولد برضو فيرلايزنج في ميل زي ده بالظبط، لان في ميل عندها اندروجينز عاليه فبتعمل شت داون للديفلوبمنت بتاعها مش قد كده، ولما يكون ميل يبقى بريك وشس بيوبرتي لانه عنده هاي اندروجينز سينس بيرث. اخر واحد 17 عنده بس رقم واحد في البدايه، وبالتالي عنده هاي اندروجينز بس. هنا بقى دي لو في ميل هتتولد في ميل عادي، لكن لو ميل ما يتولدش ميل. شوف بقى اللي يحصل، لو ميل هيبقى الاستروجين عالي لان الاندروجين مش بيتكون، الاندروجين عنده قليل مش عالي، فبيتكونش كميل، بيتكون كفيميل، يعني هو اكس واي كجينيتك لكن من بره فيميل. ده بقى اللي هما بيسموها الانترسكس امبويز، او بيسموها سودو هيرمافروديتيزم، بس فين بقى؟ في الميلز. واخيرا بما انه هو عنده بيبدا برقم واحد فعنده الدوك عالي فبالتالي عنده هايبرتنشن هايبوكاليمي، وده عكس ده اللي عنده هايبوتنشن طبعا. الديسوردرز اوف سكس ديفلوبمنت حاول تلقطها معايا معلش واحده واحده. مبدئيا كده عشان تبقى فاهم، الاندروجين انسنسيتيفيتي سيندروم، الاندروجين انسنسيتيفيتي سيندروم تعني انه بيشنت مولود ميل اصلا بس الاندروجين بيطلع ولكنه لا يستجاب له، وبالتالي كانه ما عندوش اندروجينز، فهو اكس واي جينيتيكالي ولكنه فينوتيبيكالي عباره ايه بقى؟ فيميل. فيميل للاسف عندها ريتومنتري فاجينا وعنده تيستس، بس خد بالك بقى من نقطه هنا، التستوستيرون بيكون بتاعه ماله عالي جدا بس ما فيش اي ريسبونس، والاستروجين عالي لانه بيحصل بريفر كونفرجن اوف تستوستيرون انتو استروجين، وبالتالي بيكون شكل فيميل تماما، وده هنربيه على انه فيميل خد بالك ده. والال اتش والال اتش عالي. تعادل رقم 2 حاجه اسمها 5 الفا ريدكتيز ديفيشنسي، هنا برضو ميل بيشنت عادي خالص بس مش عارف يكون اكتف فورم من الديهايدروتستوستيرون، وبالتالي ما عندوش برضو اندروجين سينس بيرث، فتلاقي عنده جينيتاليا بتاعت ميل وفيميل وهايبوسبيدياس، ولما يبدا يكبر شويه يحصل ميم فيريلايزيشن اب بيوبرتي. مش هسالك عنها قوي في الامتحان، بس جاست نور برضو ده ميل بيشنت ولكنه هاز امبيجوس جينيتاليا. الميل سودو هيرمافروديتيزم اللي احنا اتكلمنا عنها حالا، زي ما قلنا ان هو ميل زي ال17 هيدروكسي بتاع كونجن هيبربليزيا كده بالظبط، هو ميل جينيتيكالي ولكن هو فينوتيبيكالي في ميل. ليه؟ لانه ما عندوش اندروجينز اصلا بتتفرس، فتلاقي عنده تيستس بس الاكستنال جينيتاليا في ميل، يعني التيستس بتكون غالبا جوه البطن او امبيجوس، وممكن تكون سكندري تو مين اندروجين انسنسيتيفيتي سندروم. الفيميل سودو هيرمافروديتيزم زي ال21 وال11 هيدروكسيليز بتاع كونجنتال ادرينال هايبربليزيا زي ما كاتبين هنا كده بالظبط، ده اللي بيخليها فيميل جينيتيكالي اكس اكس ولكنها بتكون اكس واي لان عندها هاي اندروجين ليفلز. اخيرا الترو هيرمافروديتيزم ده بقى فيري رير، ده فعلا بقى عنده الاثنين، وده بقى اللي عنده حق الخيار يعيش ولد ولا يعيش بنت حسب هو حاسس ايه، وده سبحان الله يا اما بيكون 46 اكس اكس يا اما 47 اكس اكس واي، يا 46 اكس اكس عاديه يعني يا 47 مين اكس واي. الديسوردرز اوف سكس هرمونز برضو في الميلز عشان تبقى عارف، البرايمري هايبوجوناديزم اللي هو الكلاين فلتر سندروم، الشخص الطويل ده بيكون عنده التستوستيرون قليل وبالتالي ال اتش عالي. النوع التاني اسمه كلامان سندروم هايبوجونادوتروفيك هايبوجوناديزم، المشكله تكمن فين؟ فوق، فوق، فالال اتش بيكون قليل وبالتبعيه التستوستيرون قليل، اهم ما يميزه عن الكلاين فلتر تاني الا وهو الشم، حاسه الشم هنا بتكون مفقوده هنا لا.
انها كويسه. الاندروجين انسنسيتيفيتي سيندروم بتلاقي ال LH والتستوستيرون على طول خط عاليين هما الاثنين. ساعات بتلاقي تستوستيرون طبيعي بس ال LH عالي, which means ان هو مفيش ريسبونس اصلا لمين للتستوستيرون. واخيرا التستوستيرون سيكريتنج تيومر فيري هاي ليفل تستوستيرون فيري لو ليفل ال LH هرمون. قارن بينهم, الحكايه سهله عشان الامتحان بيجي فيه اسئله عنه. نتكلم بقى على الثايرويد. بص بقى معانا شويه بقى كده شويه شرايح كده حلوين زي الفل حسن على الثايرويد. اولا ازاي تميز الثايرويد في الامتحان عن اي حاجه تانية ان هو جريفز ديزيز يعني بعينه, اكزوفسالموس اكزوفسالموبليجيا, سكن ميكزيديما, بروتيبيا ميكزيديما, او ثايرويد اكروباكي اللي هو عباره عن كلابنج مع بيري اوستيان نيو بون فورميشن مع سوفتش سويلنج في الهاند اند فيت. عينه جلديه او ثايرويد اكروباكي. الدياجنوستيك تيستينج للجريفز ديزيز هو TSH receptor stimulating antibodies. ولو سألك أنهي نوع من أنواع المناعة يا ابني قول له type 5 hypersensitivity reaction. 5O نوع مستحدث وجديد, هو ده type 5 hypersensitivity reaction. نتكلم بعد كده عن ال Graves disease management. بالنسبة للنون بريجننت بنبدأ معاها ببروبرانولول ثم كاربيمازول أو بروباثيروسين. بتكلم عن الرجالة أو الستات اللي مش حوامل. بروبرانولول في البدايه عشان تكونترول سيمتومز, ذن الكاربيمازول او البروباثايروسيل. السكند لاين تريتمنت لو ما فيش نتيجه في العيانين دول هو الراديو اكتيف ايوديم. لاحظ ذيس از ابسولوتلي كونترا انديكيتد في حالات البريجننت لانه تاتوجينيك, في حالات الثايرويد اي ديزيز لانه هيعمل اكزيربيشن للثايرويد اي ديزيز. الراديو اكتيف ايوديم بيقلل وظائف الغده الدرقيه وبيزود تي اس اتش, والتي اس اتش بيشتغل على الريترو اوربيتال تيشو فيزود التيشو ورا العين فيعمل جحوص في العين اكتر. ده ال worsening of thyroid disease او اليانج ايج اقل من 16 سنة لان طبعا لو ريسك هو كمان. اما لو كانت واحدة بريجننت في اول تريمستر بتاخد بروبايوثايروسيل وتكمل باقي الحملة بكاربيمازول عشان تبقى فاهم كل حاجة منهم لها مشكلة. السكند لاين تريتمنت في الحمل لو الادوية مش جابة نتيجة هو ان انا اشيلها جراحة, اشيلها جراحة اللي هي مين بقى يا سيدي؟ surgical removal. For eye disease بندي العيان steroids plus radiotherapy أو surgery. لاحظ بقى حاجة, أهم الأعراض الجانبية الخطيرة جدا في أدوية الـ hyperthyroidism cytoxicosis يعني والكاربيمازول هو أنه بيعمل agranulocytosis. فلما يجيلك في الامتحان عيان thyroid وماشي على كاربيمازول وجاله سور سروط فيفر معها أو لا, النكس تبقى يا ابني اعمل CBC. ليه CBC؟ عشان تدور على العيان عنده اجرانيولوسايتوزيس ولا لا. افرض العيان طلع عنده اجرانيولوسايتوزيس ده يساوي permanent cessation of treatment تماما, ما عادش هياخد كاربيمازول تاني خالص. ماشي الكلام ده عشان تبقى فاهم الدنيا وما فيها ماشية ازاي. بعد كده الكاربيمازول زي ما قلنا بيعمل اجرانيولوسايتوزيس. هجمع لك بقى شوية الثايرويد مع بعضهم كده بالصلاة على النبي. لما تلاقي حد عنده cytotoxic features يعني عنده tremors, عنده fever, عنده weight loss despite polyphagia بيأكل كتير يعني, عنده nervousness و irritability وعنده AF وعنده tachycardia وعنده sweating عنيف وعنده thin skin والhair very delicate والضوافر عمالة تتكسر, لما تلاقي thyrotoxic features plus diffuse homogeneous increase the uptake of radioactive iodine او انك تلاقي enlarged smooth symmetrical goiter ده graves بالذات بتاعت radioactive iodine. لما تيجي اللي بعدها وتلاقي نفس features بس معها global reduced uptake thyroid او firm non tender goiter يساوي هاشيموتو thyroiditis, ده هايبوثايرويديزم بس بيبدا بترانزينت سايتوكسيك مانيفيستيشنز نتيجه تدمير الفوليكلز بتطلع الثايرويد هرمون اللي فيها الاول وبعد كده العيان بيقلب مين فرانك هايبوثايرويديزم. ادي نقطه, دي اشهر سبب في الديفلوبد وورلد عامه للهايبوثايرويديزم. اشهر سبب هايبوثايرويديزم في الديفلوبد كانتريز هو الهاشيموتو. اشهر سبب للهايبوثايرويديزم في العالم كله عامه الايرين ديفيشنسي, وهو هو نفس السبب القليل بالنسبه فيهم developing countries اللي هو الدول الفقيره. الدول الفقيره وعامه اشهر سبب هايبوثايرويديزم هو اشهر سبب للهايبوثايرويديزم هو ايودين ديفيشنسي. عشان تكونفيرم الهاشيموتو بتعمل انتي تي بي او ثايرويد بيروكسيديز انتي بوديز. دي نقطه مهمه جدا, في حاجه اسمها انتي ثايروجلوبولين انتي بوديز كذلك.
لكن دول اشهر حاجتين على الاطلاق. رقم 3، لو لقيت نفس الثيروتوكسي فيتشرز ومعاها جلوبا ريديوسد ابتيك ثيرويد بس انلارج تندر جويتر، اضغط عليها توجعه، ده على طول دي كيرفان او بنسميه سب اكيوت ثيرويدايتس، وده بيجي يوجوالي فولوينج فايرال انفكشن. الحكايه تو سيلف ليميتد، ما بتحتاجش اكتر من انسيدز، ولو كانت فيري سيفير سيمتومز ممكن ندي العيان ستيرويد هيهدي الالتهاب بتاعها وخلصنا. There is no need ان هو ياخد replacement للجراند هنا نهائي. رقم 4، enlarged hard fixed thyroid gland، هنا hard وfixed ومعه بقى hypothyroid feature بقى مش thyrotoxic، ده Riedel's thyroidites، ده واحد من الحاجات اللي بيعملوا fibrosis، ده fibrosis بس في الثيرويد gland وله علاقة بالretroperitoneal fibrosis اللي كلمنا عنها ايام نفرو لو تفتكروا يعني. خامسا، لو لقيت ثايروتوكسيك فيتشرز، ها يعني هايبر ثايرويد فيتشرز، الهايبر ثايرويد فيتشرز بقى اللي هي ايه؟ العيان يتخن يعني ويت جين، العيان يكون عنده لوس اوف الاوتر ثيرد اوف اي براو، الشعر بتاع جيف الحاجب بتاعه اللي بره تلاقيه لوست، العيان تخين، العيان اباستيك فيس، العيان براديكارديا، العيان عنده فتيج رهيب جدا جدا، السكين بتاعه فيري ثيك، والهير بتاعه بريتل نيل فيري بريتل هير وبريتل نيلز كذلك في العيان ده. زي ما قلنا ضغط العيان بيبقى غالبا هنا عالي هايبرتنسيف. اهم حاجه يمكن ما قلتهاش معلش في الثايروتوكسيك والهايبوثايرويد هو الانتوليرانس، الكولد انتوليرانس مميز للهايبوثايرويديزم، يعني العيان ما بيطيقش الجو البرد، يعني تلاقيه في عز الحر مبسوط وفي عز البرد يا رب تلاقيه في عز الحر متغطي، تلاقيه في عز الحر متغطي وفي عز البرد طبعا يعني الغطاء مش مكفيه اساسا. اما الثايروتوكسيك بتلاقي العيان عنده هوت انتوليرانس، يعني ايه الكلام ده؟ انا مش طايق الحر. في عز البرد تلاقيه لابس لبس خفيف جدا جدا جدا، في عز الحر يود لو انه يمشي ملط مش لابس حاجه اصلا من كتر ما هو في حراره عاليه بتطلع عنده بسبب الهاي ميتابوليك ريت. لما تلاقي ثايروتوكسيك فيتشرز ها معاها باتشي ثايرويد ابتيك، ده على طول توكسيك مالتي نوديولار جويتر. لو سالك يا ابني ايه الفيرست لاين تريتمنت راديو اكتيف ايودين ابتيك، سوري راديو اكتيف ايودين اخر، لو لقيت ثايروتوكسيك فيتشرز بس في فوكال ابتيك في الثايرويد جلاند مش بقى باتشي ابتيك، ده على طول سوليتري توكسيك نوديول، سوليتري توكسيك نوديول بتكون ادينوما غالبا فوليكولار ادينوما يوجوال. واشهر سبب للهايبوثايرويديزم عامه في العالم كله هو الايودين ديفيشنسي، اما اشهر سبب للهايبرثايرويديزم في العالم كله هو الجريفز ديزيز. لو جالك بقى وقال لك ثايرويد ستورم، ده بقى عيان بيبقى عنده هايبرتنشن وتاكيكارديا ماركت سويتنج والفيفر بتاعته معدي 40 والتاكيكارديا كلاجت اي اف وهايبر دايناميك هارت فيلير، هنا عيان بيكون بقى يعني ايه مأساة. طبعا بيكون تريجرد بستريس وانفكشنز وخلافه، هنا العيان بياخد للسخونيه باراستامول ويعالج البريسيبيتيتنج ايفنت لو كان انفكشن يديها انتي مايكروبيال مثلا، بيتا بلوكر ياخد لها اي في بروبرانولول، انتي ثايرويد دراجز واحد من دول ميثيمازول او بروبايثايروسيل، هنا بنحب البروبايثايروسيل اكتر عشان بيبلوك البريفال كونفرجن بتاع تي 4 انتو تي 3، في نفس الوقت بندي حاجه اسمها لوجرز ايودين، كل ده انت بتحاول توقف الاستورم وبتوقف التصنيع اصلا. ايفن معاها كمان ديكساميثازون، اشمعنى؟ عشان خاطر حتى عين العيان ما تتدهورش معاك وعشان ما يكونش داخل فيه كرايسيس واحنا شاهدين بان ادرينال كرايسيس. هم هنا ديكساميثازون الموست كومن ميكانيزم له في في الثايرويد ستورم انه بيبلوك الكونفرجن بتاع تي 4 انتو تي 3. لو اتكلمنا على الكانسر فانا مش محتاج منك الا شويه معلومات بعينها وخلصنا. المعلومه الاولانيه، لو سالك اشهر نوع من انواع الثايرويد كانسرز هو بابيلار ثايرويد كانسر، وده بيحب الليمف نود ميتس قوي. في نوع تاني اسمه فوليكولار ثايرويد كانسر بيحب البلاد ميتس اكتر، يعني بيعمل هيماتوجينوس سبريد اكتر. اتنين اسوأ نوع يبني مين؟ انا بلاستيك كانسر، وده عيان عنده ثايرويد انلارجمنت وعنده هورسنس اوف فويس بقى وعنده ريزنيا عشان عامله كومبريشن على التراكيه، ده مشكلته ان هو بيعمل لوكال انفيجن وبيجي في الالدرلي فيميلز. رقم 3، لو سالك يا ابني الكرسيتونين ده يعبر عن اني نوع من انواع الثايرويد كانسر، قول له ميدلري ثايرويد كانسر، لسه قايلينه من دقايق مع المين تايب 2 بي وتايب 2 اي، قلنا ميدلري ثايرويد كانسر في الاثنين واسوشيتد بالريت اونكوجين.
أربعة الهاشيموتو ثايرويدايتس يساوي ثايرويد لينفوما، يعني لو سبته يقلب بمين؟ ثايرويد لينفوما. خامسا الفوليكولار كارسينوما اهي فاسكولار بريدومينانس. نتكلم بعد كده عن حاجتين بقى، سبكلينيكال، سبكلينيكال هايبو وسبكلينيكال هايبرثايرويدزم. السبكلينيكال هايبوثايرويدزم معناها انه تي اس اتش عالي بس الهرمونات طبيعيه تي 4 وتي 3 وما عندوش اعراض. ايه مشكلتها؟ ان هي ممكن تقلب اوفر هايبوثايرويدزم، وانه العيان ده ممكن يكون فيه زياده في الريسك ان هو يديفلوب اوفر هايبوثايرويدزم لو كان عنده ثايرويد اوتو انتيبوديز. فعشان كده المانجمنت بتاعها مهم تركز فيه، بداوا يركزوا فيه في السنين الاخرانيه. ايه ازاي بقى يا سيدي؟ بص يا عم، العيان لو اسيمتوماتيك هنعمل له اوبزرفيشن طالما انه تي اس اتش من 4 ل 10 والثايروكسين طبيعي. هنا العيان ده وقتها نعمل ايه؟ وقتها العيان ده هنعمل اوبزرفيشن. افرض بقى انه سيمتوماتيك، على حسب السن الكبير ما بنحتاجش غالبا نديله علاج، ما بيستحملوش قوي، فبالذات لو اوفر 65 سنه او بالذات اوفر 80 سنه ويتند ووتش. لكن اقل من 65 سنه وسيمتوماتيك وعنده تي اس اتش من 4 ل 10 ادي هرمون ريبليسمنت ليفوثايروكسين. اما التي اس اتش لو فرانكلي اكتر من 10 ادي علاج، بس لو عيان صغير في السن 70 سنه او اقل ده ياخد ليفوثايروكسين، اما اوفر 70 سنه ويت اند ووتش. برضو احنا مش بنحب ندي ثايروكسين في العيانين دول عشان تبقى واخد بالك. على النقيض حاجه اسمها سب كلينيكال هايبرثايرويدزم. هنا التي اس اتش قليل بس التي 4 والتي 3 نورمال. مشكلته ايه؟ ده هو كمان بيقلب بكارديو فاسكولار ديزيز زي الاي اف او بون ديزيز زي الاوستيوبروزس، فبرضه مهم جدا تعرف امتى عالجه امتى لا. مهم ات مي امباكت الكواليتي اوف لايف اند انكريز اللايك هود اوف ديمنشا. ركز معايا بقى في اللي هقوله. بص يا سيدي، سينس ان تي اس اتش يوجوالي بيرجع للنورمال، الليفلز ماست بي بيرزيستنتلي لو عشان اعمل علاج للعيان ده. فهو بيقول لك لو لقيت التي اس اتش بيرزيستنتلي لو هنبدا ندي ثيرابيوتيك ترايل اوف لو دوز انتي ثايرويد دراجز اللي هي الكاربامازول او ميثيمازول او بروبايثايروسيل فور قد ايه يا عم؟ 6 مانثس عشان تو انديوس ريميشن. واضح الكلام؟ واضح الكلام. اخيرا ان شاء الله في الثايرويد سيك ايو ثايرويد سندروم، دي تعني لايه بقى يا عم الحاج؟ هنا بقى كل حاجه قليله. هنا التي اس اتش والثايروكسين والتي 3 لو، التي اس اتش والثايروكسين والتي 3 كلهم لو. بعض الحالات كانوا بيقولوا ان هم زمان كلهم لو، لكن اللي لقوه بقى الاتي انه التي اس اتش بيكون وذن اكتر من الابر نورمال رينج والتي 3 هو اللي قليل. فلما تلاقي التي 3 قليل او التي 4 قليل والتي اس اتش طبيعي او عالي شويه فعيان كريتيكال ال، ما تقولش ان هو عنده هايبوثايرويدزم. دي غالبا اسمها سيك ايو ثايرويد سندروم. يعني ايه سيك ايو ثايرويد سندروم؟ يعني كريتيكال ال اسرع وظيفه غده الدرقيه بس، وده لما عالج السبب ها يبطل العجب. فالعيان يوجوال ريفرسبل ابون ريكفري فروم ذا ميجور إلنس اللي عنده اصلا، وبالتالي ما بيحتاجش اي علاج للغده. لكن ده تشخيصنا فيه عشان تبقى فاهم القصة وما فيها. طيب بعد كده نتكلم بقى عن حاجات تانية بقى. الهايبر كالسيميا في حاجتين اساسيتين بيعملوها عشان الامتحان. يسألك يا ابن البرايمر هايبر بارثيوريزم ايه سبب هايبر كالسيميا؟ هايبر كالسيميا فيها سببها زيادة افراز البارثيوريد هرمون بيزود افراز الكالسيوم، او مش افرازه بقى قصدي بيزود الابزوربشن والري ابزوربشن بتاع الكالسيوم مش جاي تيو من الكدني. لكن بقى يسألك بقى يا ابني حد مثلا زي السكوما سيل لان كانسر ايه سبب الهايبركالسيميا يا ابني؟ تقول نتيجة افراز الباراثايرويد هرمون ريليتد ببتايد. ايه سبب الهايبركالسيميا في عيان اللان كانسر اللي عامل ميتس؟ يبقى غالبا ايه بقى هنا؟ هنا غالبا بسبب الميتس. ايه سبب الهايبركالسيميا في عيان الميلوما؟ زيادة الاوستيوكلاستيك ليجن، فالبون بيتكسر فبيطلع كالسيوم. كلها اسئلة تيجي في الامتحان عشان تبقى فاهم. اي عيان هايبركالسيميا طبعا هو يجوى العيان بيجي باعراض عامله ازاي؟ يعني العيان بيجي باعراض بوني اكس، وبيجي بعيان كونفيوزد ديبريزد. طبعا الكونفيوجن ده اعلى حاجه فيها، يعني كونفيوزد العيان ممكن يجي باعراض بين، ممكن يجي العيان باعراض رينال ستونز، ممكن يجي باعراض كونستيبيشن. دي كلها اعراض الهايبركالسيميا. لقيت الكالسيوم بتاع العيان عالي جدا سبيسيفيشال، يعني لو لقينا اكتر من 12 usual first line treatment is aggressive rehydration with normal saline typically من 3-4 لتر في اليوم.
ومعاها بيسفوسفونيتس. لاحظ البيسفوسفونيتس بتحتاج يومين عشان تبدا تشتغل واسبوع عشان تبدا تديك ماكسيمم افكت. في حاجات سيابنا سريعه ممكن نديها جنب الحاجات دي لو العيان مش بيتحسن. لو العيان ساركويدوسس اديله ستيرويدز، لو غير كده ممكن تديله مين؟ كالسيتونين، اسرع من البيسفوسفونيتس. على هذه الشاكله في حاجه اسمها هانجري بون سيندروم. يعني ايه الكلام ده؟ الباراثيرويد جاند لما بنشيلها الباراثيرويد بيقل، وبالتالي العظم اللي كان بيتكسر يشفط كالسيوم من الدم فجاه فيعمل هايبوكالسيميا. هي دي الهانجري بون سيندروم، طبعا محتاجه ريبليسمنت. الهايبرناتريميا مهم فيها نقطه مهمه قوي. طبعا هايبرناتريميا اكيوت تعني ان العيان بيحصل برين ديهايدريشن، لان اوزموليرتي الدم بتبقى اعلى من البرين. اهم نقطه وانت بتصلحها في الاكيوت ستيج بالذات، بنعمل بريت نو مور ذان نص ملي مول لكل بير اور، نص ملي مول بير اور. الهايبوكالسيميا لو اكيوت العيان اللي يجيب كاربيدال سبازم التيتاني بقى، او حظك بومبا بقى العيان يجيب لونج كيوتي سندروم يجيب اريزميا، العيان علاجه في البدايه هنا اي في كالسيوم جلوكونيت 10 ملي 10% سوليوشن اي في كالسيوم جلوكونيت اوفر 10 مينتس، قاعده الرقم 10. نتكلم بعد كده عن الهايبوناتريميا، حاجه من الحاجات الرخمه قوي. قبل ما نتكلم فيها، في حاجه اسمها السودو هايبوناتريميا. ده يجيب لك عيان صوديومه قليل بس عنده كوليسترول 350، تريجلسيرايدز 300، يعني عنده هايبر ليبيديميا. لما تلاقي هايبر ليبيديميا بلس لو صوديوم تساوي سودو هايبوناتريميا، نتيجه مين يا ابني؟ هايبر ليبيديميا. اما التروبه اللي احنا عاوزين نعرفها بقى ازاي بنشخصها، عن طريق اليورينري صوديوم ليفل. لو كان اليورينري صوديوم اكتر من 20 فيعني ان المشكله عندنا في الكدني، هي اللي بتلوز. يا ترى اللوز اللي بيحصل من الكدني ده صوديوم ديبليشن فعلا، يعني العيان ده هايبوفوليميك فعلا، ولا العيان ده ايوفوليميك؟ اصلي لو من الكدني وايوفوليميك ليها احتمال من اتنين. الهايبوثيرويديزم ساعات بتعمل هايبوناتريميا نتيجه لص عن طريق الكدني والعيان يجوالي ايوفوليميك بس بيخرج صوديوم بس، او السيادة سندروم الـ ADH هرمون. واضح العيان عمال بيعمل ايه؟ بيرتين مية فيعمل دايليشنال هايبوناتريميا. فالبيشنت اللي هو عنده يورين صوديوم اكتر من 20، يعني اليورين شغال كويس بس المشكلة الصوديوم بس العيان ايفوليميك، يجوالي بيكون دايليشنال مع حالات الهايبوثيرويديزم هايبوثيرويديزم او السيادة. اما بقى لو كان العيان ايوفوليم اما بقى لو كان العيان هايبوفوليميك فعلا وعن طريق الكدني، فاما بياخد دايوريتكس ثيازات زولوب بالتحديد، يا اما اديسنز ديزيز لو كورتيزول بيخرج صوديوم في البول مع ميه، يا اما دايوريتك ستيج من الاكيوت كدني انجري. اما لو اليورين صوديوم اقل من 20 فهذا يعني انه الكدني مش بتخرج بتريتيم، يا اما عيان هايبوفوليميك فالهايبوفوليميا وذ لو صوديوم يبقى الحكايه اكسترا رينال روس عن طريق الجي اي تي او عن طريق السكن زي الدايريا والفومتنج والسويتنج والبيرن والادينوما ريكتم، يبقى دي عن طريق الجي اي تي او السكن. يا اما العيان بيحصل دايليشنال هايبوناتريميا بس في المقابل بقى اللي بيحصل هنا الصوديوم اخباره ايه؟ اقل من 20، يعني مش بيخرج برده عن طريق الكلى، حد زي السكندري هايبر الدوسترونيزم ده بيرتين ميه وملح زي عن الهارت فيلر والليفر سيروزس. النفروتيك سندروم كذلك رقم 2، يا اما الاي في ديكستروز لان هو هايبوتونيك سوليوشن، يا اما عيان السايكوجينيك بوليديبسيا. فلاحظ ان عيان السايكوجينيك بوليديبسيا بيكون الصوديوم في البول قليل، اما عيان السياده سندروم عيان الدايابيتس انسيبيدس طبعا ايه وضع تاني خالص. دي النقطه المهمه في الهايبوناتريميا. نتكلم بعد كده الكرونيك هايبوناتريميا وذاوت سيفير سيمتومز، وانا اقصد بها مش الهيدك، ان يكون عند ستوربيد، دي معنى كلمه سيمتوماتيك هايبوناتريميا. لو ما عندوش سيفير سيمتومز والعين هايبوناتريميك، لو كان هايبوفوليميك يعني هايبوفوليميك هايبوناتريميا يبقى نصلحه بصلاين عالي خالص. اما لو ايوفوليميك فده دايليوشنال هايبوناتريميا، وقتها نعمل ريستريكشن للفلويد وهنكونسيدر ادويه اي دي اتش هرمون انتي اي دي اتش هرمون زي الديميكلوسايكين والفابتانز عشان تبروموت الووتر لوس فتبالانس الصوديوم مع الميه فين في الدم. لو كان العيان هايبر فوليميك سسبكتد هنريستريكت الفلويد وندي دايريتكس، ده زي عين هارت فيلر كده بالظبط، ومعاها ساعات الفابتانز برضو كذلك عشان خاطر تبروموت الووتر لوس عن طريق ان هي تقلل الانتي دايريتك هرمون اكشن.
افرض بقى العيان اكيوت هايبرناتريميا والسيفير سيمتومز، هنا لازم هايبرتونيك سلاين، لازم هايبرتونيك سلاين ويخش عنايه. 3% كوريت سوديوم مور كويكلي ذان وود بي وذ كرونيك هايبرناتريميا. الشريحه ده هي معلش فيها ده هو غلط، البرايمري هايبر باراثيرويديزم يعني هايبوكالسيميا، فالكالسيوم بيقل الفوسفيت بيعلى والباراثيرويد هرمون بيكون قليل. البرايمري هايبوباراثيرويديزم بيريزلت ان لونج كيو تي انترفال واعراض الكاربوبيدال سبازم اللي هي التيتاني دي. البرايمري هايبوباراثيرويديزم انا اسف دي اعراض الهايبر بار. السودو هايبوباراثيرويديزم هنا العيان عنده اند اورجان نون ريسبونسيفنس تو باراثيرويد هرمون، بمعنى ايه بقى يا سيدي؟ يعني هو عنده لو كالسيوم وبالتالي الباراثيرويد هرمون عالي بس مش بيشتغل، مش بيشتغل، فالكالسيوم ستيل لو والباراثيرويد ستيل هاي. لكن بقى مين بقى هنا اللي هاي؟ هنا الفوسفيت، الفوسفيت بيكون هاي في الحالات اللي زي دي. ليه بقى عم الحاج؟ لان هو واقعيا اخباره ايه؟ الباراثيرويد اصلا مش شغال، فالفوسفيت روتيند مش بيطلع بره ولا حاجه. فالطبيعي انه الباراثيرويد هرمون ده هو لما يقل صح يقلل الكالسيوم ويزود الفوسفيت، زي اللي هو زي كده زي هنا مفروض. هنا اللي بيحصل ان الكالسيوم بيقل والفوسفيت بيزيد، يعني اعراض هايبوبارا بس تلاقي الباراثيرويد هرمون اخباره ايه؟ عالي مش قليل. رغم كده دي بنسميها سودو هايبوبارا، ودي مميزه بحاجه تانية اند اورجان نون ريسبونسيفنس تو باراثيرويد هرمون شورت اند فيفث ميتوكاربلز ولو اي كيو وشورت ستيتشر. دي السودو هايبوباراثيرويديزم. في بقى حاجه تانية اسمها سودو سودو هايبوباراثيرويديزم، عباره عن البايوكيميكال بتاع العيان كله طبيعي، كالسيوم فوسفيت باراثيرويد، بس عنده نفس اعراض مين ده؟ يعني عنده شورت فورث اند فيفث ميتوكاربلز وعنده لو اي كيو وعنده شورت ستيتشر، فتلاقي الاعراض هي هي بس ما فيش اي بايوكيميكال تشينج. ده بيسموه سودو سودو هايبوباراثيرويديزم. اذا تاني عشان بس الغلطه اللي هنا ده، معلش، البرايمري هايبوبارا بنعكس ده ونخليها لو كالسيوم، وبنعكس ده ونخليها هاي فوسفيت، وبنعكس ده ونخليها لو باراثيرويد هرمون، ودي اعراض الهايبر كالسيميا هنعكسها ونخليها تيتاني ولونج كيوتي انترفال مش شورت، لونج كيوتي انترفال. الميتابوليك سندروم، الميتابوليك سندروم فور دياجنوزس عندي ات ليست 3 كرايتيريا من دول. هو مش هيسالك عن ارقام بس هيسالك مين من دول مش في الكرايتيريا، عشان تبقى عارف ان الضغط والسكر والاتش دي ال والترايجليسرايدز والويست سيركمفرنس في الكرايتيريا، انما مش ال دي ال. في الامتحان صراحه بيجيب لك ال دي ال عشان يوقعك، ال دي ال مش في كرايتيريا الميتابوليك سندروم. امتى استخدم اورل ستيت عشان تخس؟ لو كان بي ام اي 28 او اكتر مع ريسك فاكتور، او فرانكل بي ام اي اكتر من 30، وبشرط ان يكون في كونتينيويد ويت لوس 5% خلال 3 شهور خلال سنة. يعني اخرك في الاورل ستيت اخبارك ايه؟ انك تمشي عليه سنة. يبقى اول اتنين امتى بدأه، التالتة امتى كمله، واخرك ايه؟ اقل من سنة. ده الاورل ستيت ده عشان خاطر يخسس. لما تلاقي فيه ابدومنال استنشن وبلوتنج حلو، ومعاها بين في الابدومن والبلفس، ومعاها ارجنسي يعني اعراض شوية غريبة وايرلي ستاتي، انت بتلاقي اعراض غريبة وعجيبة ملهاش اي علاقة ببعضها، مش عارف تمسك هي يورين تراكت ولا هي جي تي ولا هي ايه قصتها بالظبط، دي اعراض غالبا في فيميل بيشنت اوفيريان كانسر وبنشخصه بالسي تي. احسن حاجه البيست انيشال تيست طبعا هو السي اي 125، ده الماركر بتاع الاوفيريان كانسر. لما تلاقي العين عنده ايبيزوتيك هايبرتنشن هيديك بالبيتيشن سويتنج، هيديك بالبيتيشن سويتنج معاها ساعات هايبرتنشن ساعات لا، which may be paroxysmal او sustained، وانكزايتي، بس اهم حاجه التالتة في النص ده فيه كروموسايتوما. ده ورم في الادرينال ميدله بيفرز كاتيكولامينز اللي هو ابنفرين ونور ابنفرين ودوبامين ساعات. تشخيصه 24 اور يورينري ميتانفرينز، ميتانفرينز وعلاجه جراحه. وقبل الجراحه اديله حاجه عشان الضغط، واهم حاجه انه يبدا بالفا بلوكر، الفيرست لاين تريتمنت في الضغط في الفيو كروموسايتوما الفا بلوكر لوحده فينوكسوبنزامين. اوعى تدي بيتا بلوكر في الاول، هتموته، كاتاستروفيك هايبرتنشن. البوليسيستيك اوفيريان سيندروم عباره عن كومباينيشن اوف اوليجو اور امينوريا بلس اوبيزيتي بلس هيرشيتيزم، وانفيرتيلتي بيكون ساعات انفيرتايل او سب فيرتايل. العينين دول بيكون عندهم انسولين ريزيستنس، فممكن تلاقي عندهم هايبرجلايسيميا، ممكن
ممكن تلاقي عندهم اكانثوزس نيجريكانز حتت كده بليكس كده ولونها براون كده وفيلفتي كده تحت باطه او في الثنايا بتاعه حوالين الجراين. دي نتيجه الانسولين ريزيستنس. لما اقول لك ازاي تشخصها بالسونار, طب ازاي تعالجها, جنرال ويت لوس اهم نقطه. فلازم تبص على البي ام اي اصلا بتاع العيان تخين ولا لا. افرض ان هو مش مديهولك يبقى ويت لوس, افرض ان هو مديهولك ركز هو تخين ولا لا. لو هيرشوتيزم هناخد سي او سي, هناخد سي او سي عشان الهيرشوتيزم بالتحديد حاجه اسمها كوسيبرينيدول, كوسيبرينيدول ده عشان خاطر مين, الهيرشوتيزم والاكني. اما الانفيرتيليتي ويت ريدكشن اف ابروبريت في الاول, ثم كلوميفين, كلوميفين انتي استروجين عشان يبروموت الاف اس اتش والال اتش يشتغلوا عشان ينديوس ميم اوفيوليشن. البرايمري هايبر الدوستيرونيزم اشهر سبب للسكندري هايبرتنشن في اليانج ايج بالذات, ومزد قوي, بيعمل كومبانيشن اوف هايبرتنشن هايبوكاليميا اند ميتابوليك الكالوزيس. ده في الامتحان بيجي كده, انما في الحقيقه مش دايما هتلاقي هايبوكاليميا. تو دايجنوز ات بتبدا بحاجه اسمها بلازما الدوستيرون رينين ريشيو, هتلاقي النسبه دي عاليه. طلعت بوزيتيف هتعمل سي تي ابدومن. افرض طلع عندك فعلا ادرينال ادينوما هتشيلها جراحه, حاجه اسمها ادرينال فينوس سامبلنج نيكست ستيب عشان تشوف هي هايبر بليزيا ولا ادينوما. اشهر سبب ليها بايزاوي غالبا باي لاترال ادرينال هايبر بليزيا, لانه المانجمنت بيختلف. لو ادينوما هشيلها جراحه, لو باي لاترال ادرينال هايبر بليزيا هعمل ايه, علاج. ايه هو بقى العلاج؟ سبايرونولاكتون اللي هو الالداكتون, سبايرونولاكتون اللي هو الالداكتون, ده التريتمنت اوف تشويس في العينين دول. البرولاكتين والجلاكتوريه, بص يا سيدي عشان تبقى عارف, البرولاكتين لما بيعلى بيعمل امبوتنس ولوس اوف ليبيدو وجلاكتوريه في الميلز, وجلاكتوريه وامينوريه في الفيميلز. البرولاكتين لما بيعلى يا اما حاجه بتفرزه يا اما حاجه بتزوده عن طريق نيات انهبت الدوبامين. فأي دوبامين انتاجونست زي الميتوكلوبرمايد والدمبريدون والهالوبريدول كلهم بيشتغلوا على الدوبامين وبيقللوه بيريز البرولاكتين. اما بقى الحمل, معروف ان البرولاكتين بيكون فيه عالي, البرولاكتينوما عالي جدا, ما هو ورم الاستروجين بتعلي البرولاكتين, العلاج يعني الاسترس والاكسرسايز والسليب. الاسترس من ضمن الحاجات اللي بتعمل هايبر برولاكتينيميا. الاكروميجري في طولة الحالات بيكون معاها برولاكتينوما. حتى البوليسيستيك اوفري ممكن يكون معاه ريزد برولاكتين ليفن في بعض الحالات. المفاجئ هي البرايمري هايبوثايروديزم, لانه البرايمري هايبوثايروديزم بيقل التي 3 والتي 4 فبيعلى التي ار اتش بتاع الهايبوثالاموس, والتي ار اتش بيستيموليت ميم البرولاكتين ريليس. فدي نقطه مهمه جدا عن اسباب الهايبر برولاكتينيميا اللي تعمل جلاكتوريا, وده عكس الجينيكوماستيا. في حاجات بتعمل جينيكوماستيا وزود جلاكتوريا, ازاي؟ ان يكون فيها زياده في الاستروجين مقارنه بالاندروجين. يعني حد عنده استروجين سيكريتنج تيومر فتلاقي الاستروجين اعلى من الاندروجين فيبقى عنده جلاكتوريا, وهكذا بقى. دور على اي حاجه تقلل الاندروجين وتزود الاستروجين, تبقى عامله مين, جاينيكوماستيا. السياده من اشهر اسبابها هو السمول سيل لان كانسر, وعلاجها هو علاج السبب طبعا, وطبعا بالكوريكت الهايبرناتريميا فيري سلولي عشان ما تدخلش العيان في سنترال بونتاين مايلينولايسس. لما بعالي الاوزمارتي فجأة هسحب المية من البرين, هيخلي البرين شرينكج, هيدمر المايلين شيس, فالعيان يخش في كوادريبليجيا ومصايب مش إلها حل بسبب ميم سنترال بونتاين مايلينولايسس, ومش هيرجع منها. اول خط في العلاج هو فلويد ريستريكشن فور دايليشن هايبرناتريميا, ثم ديميكولوسايكلين عشان خاطر يعمل ايه, يخلي الـ ADH هرمون ما يشتغلش, وكذلك التولفابتان الـ ADH receptor antagonist for the same way عشان خاطر يخلي الدنيا أخبارها إيه, يخلي الـ ADH هرمون ما يشتغلش. الإنسولينوما يعتبر ده آخر حاجة نتكلم فيها. الفيتشرز بتاعتنا عبارة عن هايبوغلاسيميا, ها أدي واحد تيبيكال العيان بيصحى الصبح من النوم عنده هايبوغلاسيميا أو just before meals, فبيجي الدبلوبيا وبيجي بويكنس وخلافه. رقم اتنين العيان بيتخن جدا, فتلاقي كومباينيشن هايبوغلاسيميا ويت جيم بتاع الانسولينوما. يجبل لما بتحلله بتلاقي الانسولين والبرو انسولين ريشيو عالية والسيبيبتايد عالي. خد بالك ان اللي شبه الحكاية دي كده بالظبط مين,
السلفونيل يوريا ابيوز بيعمل نفس الاشكال دي بالظبط، بس مع الفارق يعني ان السبب طيب بيكون، بس مع الفارق بقى ايه، انه هيكون في هيستوري، يقولك مثلا ممرضه مثلا وكانت بتاخد ممرضه مثلا، او عندها حد في البيت عنده سكر وماشي على علاج، فسكرها بيوطى كل شويه، فسكر ان هي ميم انسولين ابيوز. طبعا خد بالك الانسولين ابيوز بيكون في السبب تايد والانسولين لو اساسا، الانسولين هاي والسبب تايد لو، الانسولين هاي عشان انت مديه والسبب تايد لو، ده الانسولين ابيوز. الانسولينوما كله عالي، السلفونيليوريا ابيوز بتلاقي السبب تايد اخباره ايه برضو عالي، اشمعنى؟ لان هو بيحفز تكوين الانسولين. بس ايه الفرق بينه بقى وبين الانسولينوما؟ تو ايزي، انك هتلاقي غالبا هيستوري ان الشخص ده لو اكسس للسلفونيليوريا اصلا. تو دايجنوز انسولينوما يو شود دو سوبرفايزد برولونجد فاستنج تيست، يعني بتخلي العيان يصوم 72 ساعه وتشوف اللي هيحصل، علاجه سيرجري ده في موست اوف كيسز. الجينيكوماستيا بقى زيادة في الاستروجين اندروجين ريشيو، نورمال في البيوبرتي في الفيميلز يحصل كده. اتنين مع الاندروجين ديفيشنسي زي حالات الكلاين فلتر والكلامان، الاندروجين لما يقل الاستروجين يزيد فيعمل جينيكوماستيا. حالات التستيكولار فيلير بتقلل الاندروجين زي المامبس. في الليفر ديزيز التي بي جي بيزيد، اللي هو التستوستيرون بايندينج بروتين بيزيد، فبيمسك في التستوستيرون فبيقلل التستوستيرون ليفل فيزود الاستروجين فيخلي عنده جينيكوماستيا. التستيكولار كانسر سيمينوما سيكريتنج اتش سي جي كذلك بتخلي الاندروجين قليل. الاتش سي جي كذلك بيجزرت استروجين لايك اكشن فبيخلي العيان عنده جينيكوماستيا. الهايبرثيرويديزم الهيمودايناميسيس وخلافه. وكده اكون خلصت معاكم فيديو الاندوكراين، اتمنى تكونوا فهمتوا حاجه، والى لقاء اخر في شابتر اخر باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.